بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اصدقائي وحلقه جديده مع الهدف. نبدا على طول باخبارنا النهارده، وبسلامه الله طالب بعثه فريق النادي الاهلي الى جنوب افريقيا لملاقات فريق اورلاندو بايرتس في الجوله الثانيه من تشامبيونز ليج الافريقي. الاهلي فاز على استاد ابيجان 4-2 في اول مباراه للنادي الاهلي، وحصد اول 3 نقاط في دوري المجموعات. واورلاندو بايرتس غلب شباب بلوزداد في الجزائر 2-1، وحصد ايضا اول 3 نقاط. مباراه كبيره ومباراه مهمه امام فريق اعتقد يعني بالنسبه لنا مش عارفينه قوي، يعني غير سان داونز غير الفرق دي، لكن المعلومات اللي جايه ان هو فريق شباب، فريق جديد، فريق متطور بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. والمباراه زي ما حضراتكم عارفين هتكون ان شاء الله السبت الساعه 3 عصرا كعادتهم، خلاص هم اتعودوا في جنوب افريقيا لما تيجي تلعب الاهلي لعبوا الساعه 3 العصر. ده الايه اللي عمل البدعه دي؟ ايه؟ سان داونز. دي طبعا بعض اللقطات من سفر فريق النادي الاهلي الى جنوب افريقيا بالسلامه ان شاء الله باذن الله، ويحققوا نتيجه ايجابيه في الجوله الثانيه. الكل سافر، كل الفرقه سافرت طبعا، عدا المصابين اصابات طويله جدا زي كريم فؤاد، زي هاني، اللعيبه دي، لكن داري سافر وشفت وسام سافر، الاثنين بقوا بحاله جيده. لكن انتوا عارفين كولر حريص، كولر حريص، كولر ما بيدفعش بحد راجع من إصابة إلا بعد يعني يكون اتمرن له 3 تمرينات كاملين. داري ووسام ما عملوش 3 تمرينات كاملين لسه، فأعتقد تواجدهم مهم. طبعا ممكن لو احتاج حد فيهم، لكن البركة بقى طبعا في اللي موجودين. عشان كده بقول لحضراتكم لغاية دلوقتي اتمرنوا تمرينتين، اللي هي التمرينه اللي بعد مباراه البنك الاهلي على طول، وتاني يوم خدوا راحه واتمرنوا النهارده قبل ما يطيروا، فكده تمرينتين. في واحده بقى هناك تبقى خفيفه كده يعني على حسب كولر ما يشوف، لكن هو دايما ما بيستعجلش على اللعيبه اللي راجعه من اصابات، وده سياسته اللي شغال بيها من ساعه ما جه وتولى المسؤوليه في النادي الاهلي، داخلين في السنه الثالثه اهو. تاني حاجه عايز اتكلم فيها موضوع مصطفى شوبير، كلام كتير ورغي ملوش لازمه. مصطفى شوبير مصاب اثناء مباراه البنك الاهلي في اخر ربع ساعه، وكمل واشتغل وقال ان هو قادر يكمل وكمل المباراه، فبقى رغي واصل الشناوي المباراه ما رضيش يقعد وما رضيش يقف، والكلام ده كلام سخيف وليس له اي مجال من الصحه نهائيا. على فكره بقى خد الجديد، شوبير اصابته دي مصطفى من اسبوعين لثلاثه، من اسبوعين لثلاثه عقبال ما يتعافى ويرجع تاني يبقى جاهز. دي بقى سواء مشاركه في المباريات، سواء يقعد دكه للشناوي، على حسب ما بيشوف كولر مع يانكون، دي قصتهم مع بعض مش قصتنا. لكن زي ما بقول لحضراتكم شوبير مصاب، شوبير هياخد من اسبوعين لثلاثه، والكلام والرغي الكتير اللي ملوش لازمه اللي حاصل من ساعه ما طلع الخبر ان شوبير مش مسافر، فده ليس له اي اساس من الصحه ولا وجود تماما. يعني المفاجأة الأجمل النهاردة هي ظهور الكابتن محمود الخطيب النهاردة في تمرينة النادي الأهلي قبل السفر. الحمد لله على السلامة يا بيبو. كابتن بيبو بقاله فترة طويلة بعيد، كابتن بيبو بقاله فترة طويلة يعني الحمد لله ظهر بعد فترة طويلة من العيا، قعد فترة طويلة خد دور شديد شوية، لكن الحمد لله ظهر، اجتمع مع الفرقة، اتكلم معاه، حتى النهاردة كان لابس كمامة كمان، يعني خايف على اللعيبة وكده فكان لابس كمامة. أهي الصورة زي ما قدام حضراتكم، اتكلم مع اللعيبة قبل السفر وتواجد، وكان طبعا زي ما انتوا متعودين تواجده في هذه الأوقات بيبقى مهم جدا جدا. قصص اللي حصلت والخروج منها والشمل اللي اتلم تاني، فأكيد طبعا هو موجود في قبل السفر يحط النقط فوق الحروف بالنسبة للمرحلة اللي جاية. المرحلة الجاية انت ما عندكش وقت بقى لا لهزار ولا للعيب بقى ايه يخرج عن النص، ولا للعيب مش عارف اصل مش قصدي، مفيش وقت، ما انتش فاضي، ما انتش فاضي، ما عندكش اي توقيت غير للجديه فقط. اللي هيمشي على الطريق كده اهو اهلا وسهلا بيه هيكمل، لان الفتره الجايه مش مستحمله. فالاورلاندو بايرتس الله اعلم بالنسبه لمباراه امبي، النادي الاهلي طلب من الرابطه لو هتاجلوا لي ماتش امبي اهلا وسهلا، ما عنديش اي مشكله هلعب في الرابطه، مش هتأجلوا لي ماتش امبي لان ميعادها يوم 10،
يوم 10 ده ميعاد سفر الاهلي لقطر عشان مباراه يوم 14. فالاهلي بلغ الرابطه هتاجلوا لي ماتش امبي، اهلا وسهلا. مش هتاجلوا لي ماتش امبي فانا الموضوع ما يلزمنيش زي كل سنه وهنسحب او هعتذر، لان انت لسه ما لعبتش اصلا، فانت ايه هتعتذر؟ اللفظ ده بيفرق مع الجمهور، هعتذر ولا هنسحب؟ فدي هتبقى اعتذار، انت لسه ما ابتديتش اصلا البطوله. النادي الاهلي جه اقتراح للنادي الاهلي، طب ما تلعب ب 2005 ويعني والدنيا تمشي بالنسبه لاول ماتش، ماتش امبي. النادي الاهلي رفض الكلام ده، قال لك لا انا مش حابب القصه دي خالص. فبالتالي الاهلي في انتظار قرار الرابطه، هيتم تاجيل الماتش، اوكي الاهلي هيكمل في كاس الرابطه. مفيش موافقه، يبقى خلاص، يبقى بالنسبه للاهلي يعني موضوع هيتقفل. وخليه بقى، لان الاهلي زي ما قلت لكم السفر لقطر يوم 10، ماتش يوم 14، ان شاء الله خير 14، هيبقى فيه 18، وبعدين فيه 22 كده كده مباراه شباب بالازداد، المباراه الثالثه في دوري المجموعات اللي كان معادها مباراه سموحه، وسموحه راحت ل 7 يناير، يعني قصه كلها. فانت في الاهلي ما انتش فاضي، تركيز وجديه وصرامه. فوجود كابتن الخطيب النهارده دي كلها تعليمات او كلها رسائل بيبعتها للعيبه عشان يعني ايه محدش يبقى ليه حجه بعد كده. النادي الاهلي استقر خلاص تاجيل ملف تعيين مدير الكوره، الكلام كان خالص في الفتره اللي فاتت الكابتن محمد رمضان، المهام كتيره، المهام صعبه، الشغل كتير جدا، فكان اقترح ان يتم تعيين مدير كوره وهو هيرشح مجموعه اسماء زي ما قلت لكم امبارح وهقولها النهارده. مش هقول الاسماء اللي حضراتكم قريتوها سواء بقى في الصحف سواء في السوشيال ميديا سواء على المواقع، علشان ايه يعني ايه ما فيش اسم يقع يقول لك ايه ده متحيز لحد، لا طبعا ما لناش علاقه بالقصه دي خالص، قرار النادي الاهلي ولجنه التخطيط في النادي الاهلي. فبالتالي تم تاجيل هذا الموضوع في خلال الفتره اللي جايه تماما، ويبقى كابتن محمد رمضان متولي ملف كمدير للكره في الفتره اللي جايه، ودي رغبه كابتن الخطيب، ودي رغبه كابتن الخطيب انه يستمر الفتره اللي جايه كمان عشان الارتباطات المهمه للنادي الاهلي. فبالتالي تم تاجيل البحث في هذا الملف الى حين وقت اخر. والاهلي على هذا الصعيد عين الكابتن ماهر عبد العزيز مساعد لكابتن محمد رمضان، واجل الموضوع ده شويه كابتن الخطيب، وبقول لكم تاجيله بناء على رغبته، هو عايز كابتن رمضان يفضل متولي المسؤوليه كامله في الفتره اللي جايه. طيب نروح للقائمه اللي سافر بها النادي الاهلي النهارده. الشناوي قدام حضراتكم على الشاشه، الشناوي وحمزه علاء ومخلوف، خالد عبد الفتاح، عبر كمال، رامي ربيع، ياسر ابراهيم، داري، كريم الدبيس، يحيى عطيه الله، اكرم توفيق، مروان، السليه، امام، عمر الساعي، طاهر، افشه، كوكا، كهربا، وسام، تاو، رضا سليم، وحسين الشحات. ده بالنسبه للقائمه اللي سافرت. حسين الشحات في كلام انه ربما يجي له في يناير عرض في قطر، ربما يجي، لغايه دلوقتي ما جاش حاجه النادي الاهلي رسمي، انا بتكلم عن رسمي، ما فيش حاجه جت، ربما يجي في حاجه في قطر. وبيني وبينكم نظرا لان الامور ليست على ما يرام بالنسبه لكولر ورضا سليم، فالاهلي هيوافق لو جه فعلا عرض من قطر زي ما في كلام. هو دلوقتي ماشي كلام استطلاع للراي، اخبار النادي الاهلي ايه، انتوا ممكن، طب ايه، طب طلبات النادي الاهلي ممكن تبقى ايه، الكلام ده كله. لكن عقد رسمي جه النادي الاهلي ما حصلش، لو جه الاهلي مش هيمانع، مش هيمانع، لان الدنيا صعبه شويه ما بين رضا وما بين كولر. دكتور جبله قال ان هاني وكريم فؤاد دخلوا في مرحله جديده من مراحل التاهيل بعد ما رجعوا من النمسا، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين كانوا في النمسا، الطبيب النمساوي شاف اخر الاخبار ايه، وصلوا لايه، وتم وضع برنامج تاهيلي جديد ليهم في الفتره اللي جايه، عمل لهم فحوصات شامله وبلغهم ان في تقدم كبير جدا في حاله سواء هاني او سواء كريم فؤاد، وان هم محتاجين برنامج تاهيلي جديد هيتم تنفيذه ان شاء الله بدايه من بكره على طول. اروح للزمالك، وفي حاله عدم ارتياح من
لعيبة نادي الزمالك بسبب عدم صرف مقدمات عقود اللاعبين في الموسم الحالي اللي هو الموسم الجديد اللي احنا فيه ده. اللعيبة كانت متوقعة ان يتم صرف المقدمات دي قبل بداية الموسم، طب قال لك خلاص ماشي، بس بعد الموسم ما يبدأ. الموسم بدأ لعبنا 4 جولات، وحتى الآن لما يتم صرف مقدمات العقود اللعيبة مش مبسوطة من الموقف ده في الزمالك. على جانب استعدادات الزمالك لمباراة أنيمبا، انتوا عارفين ان جامز بيحب يلعب المباريات الودية دي، عمل مباراة ودية النهاردة مع الرجاء بمطروح وفاز 3-0. سجل الاهداف حسام اشرف وزياد كمال وعمر فرج، لعب بتشكيلة مختلفة النهاردة. اجمل ما في بقى الموضوع كله انه ابتدى بالونش. انا بقى دي اللي بسطاني جدا، انا بحب هذا اللاعب المحترم، اللاعب المميز جدا، لاعب الراجل قوي. الحمد لله ان بعد حوالي 570 يوم، انت متخيل يعني ايه لعيب كوره يغيب 570 يوم عن الملعب وعن النجيله وعن زمايله وعن فرقته وعن منتخب بلده؟ صعبه قوي. لكن هو راجل وجدع وقدر انه يرجع. بدا النهارده المباراه الوديه، خطوه حلوه قوي للونش. الونش لو رجع انا بقول لك اساسي زمالك ومنتخب مصر وانت مغمض كده. لعيب كبير ولعيب مميز، ان شاء الله باذن الله تبقى فتره صعبه عدت عليه وتبقى عدت، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل واحسن لواحد من افضل المدافعين اللي موجودين في مصر حاليا. بس ان شاء الله يقدر يرجع لمستواه اللي احنا نعرفه عنه، وتبقى الاصابه اللي طولت شويه دي ما تكونش سابت اي اثر بالنسبه لي الونش. النهارده برضو كان في مباراه في مسابقه الدوري في 2005 جمعت ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، والنادي الاهلي فاز على الزمالك بهدف 1-0. المباراه كانت في 100 عقبه وفاز النادي الاهلي بهذه المباراه. حضرها ميكالي النهارده وشاهد هذه المباراه من الملعب. دي كل الاخبار والتفاصيل. انا بجري بسرعه ليه؟ لان انا عندي لقاء مهم جدا جدا هنفتح فيه كل الملفات 3 سنوات وكم شهر على اتحاد الكره اللي بيتبقى في عمره ايام بالظبط، 3 أو 4 أيام فقط لغير. عايز افتح كل الملفات من اول ما تولى المسؤوليه حتى تسليم المهمه يوم 11 ان شاء الله باذن الله 11 ديسمبر، ونشوف نمشي مع بعض بقى خطوة خطوة مع اتحاد الكورة. ومعانا النهاردة دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة المصري، هنفتح معاك كل الملفات وكل الأمور اللي مرت على الكورة المصرية خلال 3 سنوات وكم شهر بعد الفاصل. على الرغم من النهاية السعيدة لولاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام بعد تأهل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن إلى كان 2025 دون خسارة، وصعود منتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي إلى كأس الأمم الأفريقية، وتتويج منتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس بلقب بطولة شمال أفريقيا، إلا أن ال4 سنوات التي قاد فيها المجلس مقاليد الحكم بالجبلاية تركت إرثا ثقيلا من المشاكل والأزمات للمجلس القادم برئاسة هاني أبو ريدة. فرغم تأهل تلك المنتخبات عانت بعض المنتخبات الأخرى من الفشل، حيث ودع منتخب الكرة الشاطئية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 من نصف النهائي رغم إقامتها بالغردقة، وفشل في التأهل لكأس العالم، كما فشل منتخب الصالات في التأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ 32 عاما بعد هزيمة قاسية في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بسباعية أمام أنغولا. وعانت الكرة المصرية من الأخطاء التحكيمية الفجة والمتكررة في كل جولات الدوري خلال الموسم الماضي والجاري، والتي فشلت معها كل محاولات علام ورفاقه سواء بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبراء أجانب أو مصريين، بالإضافة إلى المشاكل والأزمات الخاصة بالملف الطبي في الملاعب والتي أودت بحياة عدد من اللاعبين. الديون المثقلة على اتحاد الكرة والتي بلغت أكثر من 800 مليون جنيه
بالإضافة إلى القضايا المعلقة والتي تعد أخطرها قضية روي فيتوريا الذي يطالب بقيمة عقده كاملا، والعقوبات المؤجلة من الموسم الماضي الخاصة بمباريتي الأهلي مع بيراميدز والزمالك مع المصري. كل ذلك وأكثر يضع المجلس القادم أمام تركة ثقيلة من الأزمات تحتاج حلولا سريعة من أجل إنقاذ سمعة الكرة المصرية. برحب بحضراتكم، ولقائنا مهم وساخن وكلام كتير وتفاصيل كتير. مش بنتكلم في فترة أو في جزء أو لا، ده أنت بتتكلم في 3 سنين وباقي أيام على الرحيل للاتحاد، لكن كلام كتير ومواضيع كتير ومشاكل كتير وأزمات كتير. هنشوف هل في رد عند دكتور إيهاب كومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. في الأول أنت مشرفني ومنورني دكتور. خليني الشرف ليا وجودي مع حضرتك. يعني أنت عارف محبتك عند قد إيه. حبيبي دكتور، تسلم. من الشخصيات الجميلة اللي دايما بستمتع بالحوار معاها. شكرك. سواء كانت في التلفزيون أو في الراديو. فأنا سعيد جدا وعارف إن النهاردة هيكون حلقة مثمرة وحلقة أكيد. جميلة جدا. أكيد. وأنا معاك في أي شيء حضرتك محتاجني فيه. هي 3 سنين إلا مش وي، احنا في شهر 1 يبقى 3 سنين بالظبط، شهر 1 اللي جاي. الحاجة التانية مزيد زي ما انت قلت من المشكلات ومزيد من النجاحات في الفضل. هنتكلم على الاتنين. تمام. هنبدأ بالتفاصيل، لكن انا هبدأ مع حضرتك مش من مؤخرا، لا هبدأ من البداية. تمام. البداية وكانت اكبر الحاجات اللي احنا اتفاجئنا بيها لدرجة ان كان ليها ردود افعال كبيرة جدا، وخاصة ان هي كانت في حوار معايا انا شخصيا، ما حدش يعني مش حاجة قريتها او حاجة زملائي قالوا لي عليها، ده كانت في حوار. مثلا الاستاذ جمال علام في بداية المشوار خالص بتاعكم بتاع قصة مباراة السنغال. قصة مباراة السنغال ساعتها قالك احنا مش عايزين نعيد المباراة، احنا عايزين نطلع كاس العالم مباشرة. وادارة هذا الملف، هل ما كانش في اساليب اخرى انك تدير بيها هذه الملف، تدير بيها ملف في عمل لغط كبير جدا، ولا ان انت اخدته من جانب ما حققش غير المشاكل لاتحاد الكوره؟ طيب يعني هنرجع بالذكريات للمباراه دي. المباراه طبعا زي ما حضرتك عارف كانت مباراه مهمه جدا، صعودك لكاس العالم بعد التعادل هنا في القاهره. لا احنا كسبنا هنا واحد، هنا واحد وخسرنا هناك واحد ووصلنا ركلات ترجيح. ركلات الترجيح. تمام. طبعا الاخوه في السنغال زي ما احنا شفنا، احنا طبعًا دايما بنحسن استقبال اي ضيف. طبعا اللي هم عملوا حاجات خارجه طبعا، كل احترام، لان انت عارف ياما بيحصل في كره القدم وياما الكره بتقرب ناس وياما بتبعد في ناس، فده كانت المشكله. طبعا المباراه اقيمت في اجواء كانت صعبه جدا جدا جدا، مش محدش كان مختلف من ناحيه التنظيم من الاخوه في السنغال ومن ناحيه الجماهير السنغاليه اللي كان يعني هدفها صعود منتخب. انتهت المباراه زي ما انت قلت بركلات الترجيح لصالح المنتخب السنغالي في ذلك الوقت. طيب الاحداث اللي كانت موجوده في المباراه دعت الاتحاد المصري لكره القدم ودعت مصر كلها اللي هي تقول احنا ليه نسيب حقنا بعد اللي حصل من سوء التنظيم وبعد الأحداث اللي كانت موجودة سواء كان من الجماهير السنغالية أو داخل الملعب أو خارج الملعب. هنا في مصر إحنا كل اللي في وسعنا كاتحاد مصر لكرة القدم تم بذله، وإحنا قلنا مرارا وتكرارا يوميها إن إحنا مش هنسيب حقنا إلا ما نطرق كل الأبواب، مفيش باب اسمنا لم نترك. بس ما عملناش حاجة، ما أنا القرار مش فيدك. ما أنا هقول لحضرتك حاجة، انت عليك انت تجتهد. ما انت ما اقنعتش اللي قدامك. ما انت لازم تقنع اللي قدامك عشان تاخد قرار. من هقول لحضرتك حاجه، كل الاسانيد وكل الملابسات اللي حدثت في المباراه وصيغت بناحيه بصيغه قانونيه محترمه جدا وارسلت الى المختصين في الاتحاد الافريقي لكره القدم. انت لسه صاحب قرار، اما ان هو يقتنع بمبرراتك او ممكن يكون مقتنع، لكن زي ما انت عارف ان في مجال كرة القدم وفي مجال الاتحادات ممكن اميل هنا شوية او اميل هنا شوية. فالقرار ما كانش في صالح مصر، لكن احنا بذلنا كل ما في وسعنا في هذا الملف وما بخلناش فيه اطلاقا، وكان هدفنا ان احنا نجيب حق منتخبنا. لكن انا شايف في ذلك التوقيت ان الاتحاد الافريقي ميل شويتين للسنغال. شوية لصالح السنغال. اذا ممكن تكون حضرتك شايف ان انت عملت كل اللي انت تقدر تعمله وان ده اقصى حاجة ممكن تعملها، بس انت ما دخلتش الباب او من الباب الصح، الباب اللي يجيب لك حقك. انت دخلت من باب، لكن في باب معين
هو ده اللي يجيب لك حقك. هقول لحضرتك حاجة، الأبواب الملتوية ما تنفعش، تمام؟ أنت كناحية شرعية لازم تاخد الطريق الشرعي. لا عندي مش أنا عندي باب مهم جدا. لا أنا هقول لحضرتك في حاجة. التوقيت ده. لا المهندس هاني أبو طبعا عضو مكتب تنفيذي في الكاف. هقول لك حاجة. مهندس هاني يعني دايما على اتصال، يعني مهندس هاني ما بنقطعش، مهندس هاني قيمة كبيرة جدا، تمام؟ ووجوده في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الافريقي ساند في أمور كتيرة جدا. كي. منها البطولة اللي احنا كنا موجودين فيها في الكاميرون اللي وصلنا فيها النهائي. في أمور كتيرة جدا كنا بنستعين بالمهندس هاني فيها، والراجل ما كانش بيتأخر. لكن مهندس هاني بذل كل ما في جهده أيضا في هذا الملف. لكن أنت عارف التكتل الموجود جوه القارة الإفريقية عامل إزاي، وعشان تفتت هذا التكتل بيحتاج مجهود كبير جدا. أنا عشان تلغي بند السبعين سنة الأخير ده في الاتحاد في اللجان المختلفة سنين طويلة، فلازم أن أنت بتشتغلوا على مراحل، ولازم الاتحاد شمال إفريقيا يكون إيد واحدة، بتبتدي تضم بعض الأصوات اللي موجودة في وسط إفريقيا أو في غرب إفريقيا، فالملف مش سهل. بس مشكلتكم في الاتحاد كنت كل ما تجيب لي الاتحاد سيرة المهندس هاني أبو ريدة تحس أن أنت قلت حاجة يعني إطلاقاً. مش إطلاقاً أنا بقول لحضرتك على الهواء إحنا في الكاميرا مش بتكلم على دكتور إياب كومي برضو، أنا مش بتكلم على شخصك، بتكلم عموما. لا واحنا هنعمل واحنا هنسوي واحنا مش هقول لحضرتك حاجه. المهندس هاني بصفته في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي عضو في الاتحاد المصري لكره القدم، بس هو احنا عضو قانوني. انا عارف يعني انا عارف ومن حقه حضور جلسات الجلسات انا عارف ده طبعا. ممكن الراجل بيسيب لك الحريه المطلقه بالزبط. اللي انت تدير كما تشاء عشان ما حدش يتكلم، لكن في امور بنلجأ فيها للمهندس هاني سواء كان في الاتحاد الافريقي سواء كان في المحفل الدولي. لا العلاقه ما انقطعتش ابدا في امور كتيره جدا كنا مع المهندس هاني فيه. طيب ليه فشلتوا في ملفات المديرين الفنيين لمنتخب مصر الاول كل الملفات؟ انا مش شايف ان فيها فشل إزاي؟ اطلاقا. انا اخدها معاك، انا امسكها واحده واحده، اخدها واحده واحده. يلا بينا. تمام. طب. دي كانت البدايه. مدرب عظيم، انا بعلنها واحد من افضل المديرين الفنيين اللي جم مصر اللي تولوا قياده الكره في مصر. مظبوط. واكتشف العديد من النجوم، واللي بدا بعد كده مديرين فنيين سواء في انديه وبتاع يسيروا على نهج بزرق. وكمان ده انت ايه، ده انت بعد ما مشي معظم الناس يا ريته يرجع تاني. حصل. لازم يرجع تاني. تمام. ده احنا غلطنا. تمام. ده فعلا ده الراجل كان سابق وقته. تمام. يعني الراجل قرى الكره المصريه واحد كان بدري. بيشتغل، انا شاهد ان الراجل ده كان بيشتغل في اليوم 20 ساعه من 24 ساعه بالظبط، شغال مع الاجهزه الفنيه، شغال تقطيع، وكان معاه ناس استفادت كتيره جدا. انا محمد شوقي كان معايا هنا من 3 ايام. لا كان هنا من 3 ايام محمد شوقي معايا في البرنامج او 4 ايام بالظبط. محمد شوقي حكى لي حاجات وحياه ربنا عمري في حد. انت عارف بيقول لي ايه؟ بيقول لي مثلا احنا عندنا ماتش، قال لي سيبك من ان احنا بنقعد ندرس الفرقه ونشوف ونقعد نقطع ويقعد يقطع ويدي كل واحد جزء. قال لي بيسال اول حاجه ومين الحكم؟ قال لي اول مره طلبها هنا انت مالك ومن الحكم؟ قال لك لا. وبقى يجيب فيديوهات للحكم ده لكل حكم قراراته ايه وهتاثر بالظبط وبيعمل ايه والكارت بيطلع امتى والكارت. قال لي لا. شكرا محمد. انا قلت لحضرتك ان الراجل كان بيشتغل 20 ساعه من 24 ساعه، وانا شاهد على كده يعني في امور كتيره جدا. واحد من افضل اللي جم. وترابيزة الاتحاد المصري لكرة القدم احنا داخلين اجتماع مجلس الإدارة وهيبقى في فيديو موجود ما بينه وما بين الأستاذ جمال علام ومعاهم الأستاذ وليد العطار في مكتبه. احنا قاعدين للتجديد لمستر كارلس كورش. وهل ينفع ان انت تقعد معاه وتجدد له بعد اول اخفاق للمنتخب عقده يطلع في وسائل الاعلام كلها؟ لا انا بس انا باخدها خطوه ما انا بقول لحضرتك من الحاجات اللي زعلته. انا همشي خطوه. احنا قاعدين نجدد للراجل. اوكي. دخل الاستاذ جمال في ذلك الوقت قال احنا في فيديو دلوقتي كان بيني مشترك بيني وبين مستر كيروش، والراجل بيعتذر لظروف عائليه خاصه بيه، مرض والده وان هو اللي موجود وان هو كذا. يا جماعه طب ما نحاول معاه تاني، الراجل ده مش عاوزين نفرط فيه. مظبوط. احنا ما فرطناش فيه اطلاقا، مش عايزين نفرط في الراجل. لكن كان القرار النهائي ان هو مش قادر ان هو يستمر مع المنتخب المصري في الفتره اللي جايه لظروف خاصه بيه، وده اللي اعلن لنا في مجلس الاداره. اللي اعلن ليكوا لكن دي ما كانتش الحقيقه. لا انا هقول لحضرتك حاجه. ما دي ما كانتش الحقيقه. ما انا هقول لك برضه. شوف انت حضرتك بتقول ما كانتش الحقيقه. لما وسائل الاعلام قالت ما كانتش الحقيقه، الاستاذ جمال علام قال الفيديو موجود وممكن نطلعه لوسائل الاعلام. اوكي. هو ما زال موجود. لا افهم قصدي. انا مش بكذب الاستاذ جمال علام ان هو قال له كده. لا عشان بس تمام. الاستاذ جمال ليه كل الاحترام والتقدير. راجل محترم وكل حاجه. انا بتكلم ان ده ان الراجل كان اقولها لك ازاي؟ اقولها لك بوضوح؟ ما تزعلش مني؟ لا اطلاقا. ما كانش عايز يتعامل معاكم. ليه؟ يكفي ان انت بقول لك انت اتغلبت من نيجيريا
رحت مطلع عقده في وسائل الاعلام. انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. في بعض الامور هل دي ما توجعش؟ لا لا لا، الامور في امور مغلوطه جدا كانت مع مستر كيروش فهمت خطا. زي هقول لحضرتك. يلا. بعد الهزيمه من نيجيريا انا نفسي في مداخله كانت موجوده معايا وموجوده كابتن رضا عبد العال وبعض الناس كانوا بيتكلموا على الرجل، قلت لهم يا جماعه ياما منتخبات بتبدا اول مباراه لا توفق فيها. صحيح. احنا امام تاخد البطوله، احنا امام تجربه تقرم هذه التجربه في نهايه الامر وليس في اولها، وده كان ردي اللي موجود في التلفزيون. ده رد محترم جدا. في الاخر نقيم التجربه بما لها وما عليها. برافو عليك. وده كان ردي القاطع. برافو عليك، وده كلام منطقي جدا. تمام. الاستاذ خالد الدرندلي اما طلع العقد ومش عارف ايه واتسرب بوسيله او باخرى، يعني عمر ما حد من مجلس الاداره هيسرب عقد لمدير فني. اما مين اللي يطلعه من جوه الاتحاد؟ في امور كتيره جدا كانت اتسربت، حاجات اداريه زي ما انت عارف ما نقدرش. خليني بس اتكلم في النقطه دي. مستر كارلوس وصل له امور. استاذ خالد الدرندلي لما كان بيرأس البعثه استاذ جمال علام وكان اصيب بكورونا في ذلك الوقت، جه السيد اللواء حلمي مشهور اصبح رئيسا للبعثه، وراح الاستاذ خالد الدرندلي للبعثه في الكاميرون. تمام. مستر كيروش فكر ان الاستاذ خالد جاي يكلمه في عقده وفي الشرط الجزائي، ففي امور كتيره جدا كان بيوصل للراجل مش مظبوطه. وصل مين اللي كان بيوصله؟ ما انا ما اقدرش اوصل لمين اللي كان بيوصله. وصل للراجل في ذلك الوقت ان انا هاجمته في التلفزيون وده ما حصلش وموجوده، وحصل بينه وبينه نقاش كبير جدا هناك، قعدنا اكتر من ساعه في وجود الاستاذ جمال علام ووجود سياده اللواء حلمي مشهور مع مستر كيروش. قلت له ده ما حصلش اللي انا اتكلمته عنك في التلفزيون، قلت دي ياما منتخبات بتخسر في اول مباراه، في نهايه التجربه بنقيمها بما لها وما عليه. ما ذكرتش خالص لعقدك كام ولا بتاخد كام، لان ده عمري ما طلعت في التلفزيون قلت عن مدير فني بياخد كام، لان ده ملك للمدير الفني يعلنه او لا يعلنه. تمام. فكانت في صوره مغلوطه واصله للراجل كتيره جدا. منين؟ الله اعلم. هل هي كان امر يعني مدبر؟ ما اقدرش اجزم بيه، لكن مدبر بدأنا من مين؟ مين ما اقدرش يعني حد عايز يبوظ علاقتكم بيه؟ ممكن ممكن، بس ما اقدرش. لكن احنا لما قعدنا مع الراجل وشرحنا له مستر خالد الدرندلي قال له مفيش حاجه من دي، انا جاي للبعثه، انت ليك كامل الحريه وانت مكمل وانا برضو لما قعدت معاه قلت له مين اللي يقدر يتكلم في عقدك ولا مين اللي يقيمك، انت راجل كوتش كبير وكوتش كذا واحنا متوسمين كلنا في ظهرك. بقول لحضرتك احنا جينا لو ده حصل ما كناش جايين بعد البطوله ما خلصت، كلنا مصرين على التجديد لمستر كيروش. بس خلي بالك بس خلي بالك في الفتره دي اللي انتوا كان عندكم اصرار ان انتوا عايزين كيروش يكمل، وهو الراجل كان من جواه زعلان وكان مستاء جدا جدا من اسلوب ادارتكم للملف معاه، كان الدكتور اشرف صبحي هو اللي ضغط عليكم ان الراجل ده لازم يستمر. فندم اتفضل. دكتور اشرف داعم لنا جدا جدا وياما في مواقف كتيره كان موجود معانا، لكن الدكتور اشرف دايما يقول ممكن يبدي رايه كوزير للشباب والرياضه، مش يعني مش ملزم، لكن بيقول لك خدوا بيه او ما تاخدوش بيه في امور كتيره جدا. عمر الدكتور اشرف ما فرض راي على المجلس، والمجلس دايما قراره من جواه. اقسم لك بالله ان احنا كلنا كنا مقتنعين قناعه تامه بان كيروش هو اللي يستمر في اداره المنتخب المصري الفتره اللي جايه. بقول لك احنا قاعدين منتظرين التجديد، منتظرين التجديد وان الراجل يجي عشان يجدد، ففوجئنا ان هو اللي بيعتذر لظروف خاصه بيه. يعني هو بيعتذر ووالده عيان وبعد كام يوم يمسك ايران؟ ما انا دي بقى ما انا ما اقدرش اقول لك بقى. عشان كده انا بقول لحضرتك احنا احنا هو الملف لا احنا هو شاف ان انتوا مش سبورت ليه، انتوا ما كنتوش داعمين ليه، فالراجل بعدها بكام يوم مسك ايران. انا بقول لحضرتك والده خف بصوره او باخرى، مش عاوز يعني افترض سوء النيه، كانت العلاقه ممكن يعني بيوصل لمستر كورش امور غير صحيحه بالمره، اللي عشان يعني الكرة. هو ما كانش سهل ان حد منكم اتحاد الكره يروح يقعد معاه في الاوتيل وتقعدوا معاه وتاكدوا له الكلام ده. حصل واكدنا له اللي احنا في ظهره واللي احنا وراه واللي احنا محتاجينه في الكره. طيب المصريه بعد كده انتقلنا للكابتن ايهاب جلال وكابتن ايهاب جلال من ساعه ما تولى الاداره الفنيه لمنتخبنا الوطني الى وبعد كام يوم تمت اقالته، وللاسف الشديد انتوا رحمه الله عليه اولا واخيرا انتوا اقلتوه اول ما الطياره طارت من مصر رايحه على كوريا، كان شيء غريب جدا. هل انت مش قادر تطلع القرار بعد ما يرجع من كوريا؟ طب يرجع من كوريا يلعب الماتش الودي وبعد كده قيله. تمام. لكن ان انت تستنى الطياره تطلع وتروح منزل لكل وسائل الاعلام خبر اقاله ايهاب جلال، طب هو بمناسبه ايه يقعد مع اللعيبه يتكلم معاه في كوريا؟ يعني يقول لهم ايه العبوا ازاي يعملوا ازاي يسووا ازاي؟ تمام. خلينا برضو زي ما انت قلت في الاول يعني رحمه الله على الكابتن ايهاب جلال، واحد من انبل
الرجال اللي الواحد عملهم في حياته. كابتن ايهاب جلال انا علاقتي بيه بتمتد من ايام ما كان بيمرن كفر الشيخ والحمام في الدرجه الثانيه. من ايام ما كان في الحمام وكفر الشيخ في البدايات كنت دايما اراهن واقول واحد من افضل المدربين والمديرين الفنيين اللي هيكونوا في الكره المصريه. عشان كده كنت من اسعد الناس لما تولى كابتن ايهاب جلال قياده المنتخب المصري، وكنت بتمنى وهو عارف هذا الكلام رحمه الله عليه، وموجود الكابتن حمد وموجود الكابتن حسام والمجموعه بالكامل، كابتن عصام حضري كان موجود، كان جهاز كلنا متوسمين فيه ان شاء الله ان هو يعيد هيبه المدرب المصري اللي عمله كابتن حسن شحاته، واللي عمله كابتن الجوهر، واللي عمله كابتن شحته مع مايكل سميث في 86. الامور دي كلها ال 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 زي ما اما ديكي دايما تتفق مع مدير فني او بتاخد اي قرار، وانا قلتها قبل كده، لازم بيبقى عندك موجود الخطه واحد وبلان 2 وبلان 3 موجود معاك اكتر من حاجه، تبقى عامل كل الاحتمالات، مش هتشتغل على بلان واحده اطلاقا. تمام، وده اللي احنا دايما بنشتغل عليه. الهزه اللي حصلت في النتائج وخصوصا مباراه اثيوبيا، وانت عارف الوضع بيبقى عامل ازاي، كانت هزه عنيفه في نتيجه المنتخب. كنت لسه قايلي من شويه في بدايه كلامنا على الكروش، احنا بنقيم التجربه في النهايه مش بنقيمها بالماتش. انا معاك تمام. مش عاوز اتكلم في امور تانية اللي وصل برضو ان يعني في جوه المنتخب، انا يعني الدنيا مش مظبوطه يعني انا مش عاوز اتكلم في امر فضل ان كابتن ايهاب ليه مكانه كبيره عندي، مش هتكلم على كابتن ايهاب خالص يعني الامور مش مظبوطه. حتى طلب من الكابتن محمد بركات في ذلك الوقت التواجد في المعسكرات، وان هو يبقى موجود عشان حاله من هو مش قادر يسيطر على الفرقه. لا ما اقدرش اقول مش قادر يسيطر، مش عاوز يعني اقول ممكن ايه زي ما بيحصل دلوقتي في الانديه، ممكن لاعب يتذمر، ممكن لاعب مش عارف ايه، مش عاوزين الامور تصل لاكثر من ذلك. فكانت من بركات انه يدخل الامور من كلها كانت ريحه في الطريق. انا معاك ان ممكن الاعلان اقاله الكابتن ايهاب زي ما انت بتقوله على الطياره ده خطا كبير جدا، تمام، لكن يعني مش عاوز اقول احنا كمجلس ما اعلناش ان الكابتن ايهاب جلال يقال. ممكن تصريح الاستاذ جمال على بتلقائيه او بعفويه في بعض وسائل الاعلام اتاخد منه ان هو اقاله الكابتن ايهاب جلال، حتى احنا قلنا ساعتها لا ده 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 خبر رسمي نزل، ما كانش خبر في صفحه الاتحاد اطلاقا، ماليش دعوه بصفحه الاتحاد ولا بره. ده كان لا ده كان مداخله مع الاستاذ جمال علام. ايوه فعل وسائل الاعلام خلاص احنا مشينا ايهاب جلال. فدي ما انا بقول لحضرتك اتقلب بالنص كده، احنا مشينا ايهاب جلال. طب ده ايهاب جلال لسه الطياره طالعه من مطار القاهره. انا معاك في ديت من الامور اللي اديرت يعني مش هقول لك من يومها. انا بقول لك من يومها وبمعلومه ايهاب جلال ما ينفعش من يومها. انا بص انا الملف ده من يومها يعني، لان اللي يعني انت عارف لو الكابتن ايهاب جلال حي يرزق بينا كنت اتكلم، وكنت الكابتن ايهاب جلال يدخل في مداخله، ان انا بقول لك مكانته كبيره عندي جدا جدا. لكن اللي انا املكه دلوقتي اللي انا اترحم مع كابتن ايهاب جلال، واذا كان ظلم مننا فيعني فكلنا نطلب الرحمه. طيب دخلت في ملف تاني، وهو دخلت في ملف اكثر يعني شائك اكتر. يعني انت دخلت مع كيروش ما قدرتش تقعده، واحد من افضل المدربين اللي حطوا رجليهم في مصر. دخلت على كابتن ايهاب جلال ويعني اوكي اللي حصل. بعد كده دخلت على فيتوريا ببنود تعاقديه كارثيه. انا مش عارف انتوا ازاي مضيتوا عقد زي كده، ازاي بنط قول لي ازاي حضرتك ان انا لو ما خدتش الشرط الجزائي خلال 3 شهور ان انا اخد قيمه عقدي لمده الاربع سنين بالكامل. مش موجود مش موجود. يعني هو بيكذب؟ مش موجود. ما اقولش بيكذب، هو بقول كده وانا بقول لك مش موجود. ده مش موجود، مش موجود. طب هل مفيش فاصله ومش فاصله والفاصله دي هتمنع انه ياخد الثلاث شهور كمان؟ هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. هو لو كان ياخد عقده كامل كان اول ما جه يمشي كان 3 شهور وخلاص وكان طالب كده. لا هو قال لك ان هو عقده بيقول ان هو لو في خلال شهر ما اخدش الشرط الجزائي اللي هو الثلاث شهور من حقه انه ياخد لا 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 لا. قيمه خالص. عقده كاملا بغض النظر خالص تمام. الامر زي ما انا بقول لحضرتك كان ممكن المبلغ اندفع لكورش مره واحده وخلصنا اللي هو الثلاث شهور، مفيش اي مشكله خالص. جميل. لكن انا لازم ارجع للجهه الاداريه، ده العقد. اوكي تمام. احنا فسخنا التعاقد معاه، مفيش الشرط اللي انت بتتكلم فيه بتاع ياخد عقده كاملا قولا واحدا، يعني هو بيالف. تمام. ما اوكي انا خلاص. عندي ده اللي عندي، ناخد ولا ما ناخدش، لان انت لازم في الامور الماليه دي لازم الجهه الاداريه بترجع. تمام. على ما جالك الجهه الاداريه اتفضل كذا، قال طلب ازيد شهر كمان او شهرين كمان. فدارت الامور دي كلها تمام. لكن انا بقول لحضرتك دكتور انا كان معايا حديث مع الاستاذ جمال علام في اون سبورت اف ام، قال لي مش هياخد ولا مليم حتى الشرط الجزائي. بقول له ليه؟ قال لي اصل في فاصله. بغض النظر بس زي ما انا بقول لك بغض النظر انا بقول ما فيش حاجه، انا كنت قاعد مع رئيس الاتحاد. انا معاك
رئيس الاتحاد هو اللي قال لي كده. هل انا دلوقتي قلت ان هو له حق؟ انا اقدر احكي هو مش يعني مش قال لحد وحد قال لي تمام. كان الاستاذ جمال قاعد كده نفس الكلام مطابق. انا بطلب فصلة ايه اللي هتمنع انك تاخد شرط الجزاء؟ دي امور قانونيه في عقد. انا بقول لك مفيش. طب في الاخر هياخد اهو. لا لا لا، مين اللي قال له مش هياخد الثلاث شهور؟ ما ثلاث شهور ماشي. انا اديله ثلاث شهور. طب انت ما خدتش المخالصه. ما انا ما خدتش المخالصه تمام. لكن اتدونت ان الراجل وصل له ثلاث شهور بكذا بكذا. عشان كده لما رفع القضيه بطالب بحقه كام؟ اول درجه قالت ايه؟ قال ملوش حق. ليس له الحق. وهتمشي في طريقتك. هتمشي في طريقتك. طب ما ليه المهندس بقى هاني ابو ريده بعت لكم قال لكم لو سمحتوا انا عايز ملف فيتوريا ده بالكامل؟ اول مره اسمع الكلام ده. ما حصلش؟ ما اعرفش، ممكن يكون حصل مع الاستاذ جمال في امور ممكن احنا ما نعرفش بيها، لكن انا بقول لك موقفنا مع فيتوريا موقف سليم جدا 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 مع كامل التقدير والاحترام. وعشان كده انا بقول لك الحكم الدرجه الاولى قالت ان هو مش حق فيه. اذا ان انت حضرتك دلوقتي في خلال ثلاث سنين حضرتك ابتدينا بكيروش، ايهاب جلال، فيتوريا، وادي، وصلنا لبابان كابتن حسام حسن. تمام. تخيل اربع مدربين في ثلاث سنين، هل ده كم طبيعي؟ هقول لحضرتك حاجه، وياما بتحصل ما حصلتش قبل كده في كام سنه غيرت اكتر من مدرب. في اربع سنين بجيب اربع مدربين. وعلى الرغم بس هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الأربع سنين اللي أنت بتتكلم فيهم، شوف النتائج اللي اتحققت وقارنها فيما سبق. من سيء لأسوأ. لا، إزاي؟ إيه اللي حققته؟ من سيء لأسوأ إزاي؟ إيه اللي حققته؟ أقول لحضرتك حققنا إيه؟ الكاميرون وصلت للنهائي، هي بتحسب بالبطولة. لكن أنت وصلت للنهائي. كان معايا أحسن مدرب جبته وما عرفتش أتمسك، ما عرفتش أمسك فيه. أوكي. لا لا، ما عرفتش أخليه يكمل المرحلة. أنا أنت ما تشرحش. ما خليتوش إن هو يكمل معايا الحاجات اللي احنا كجمهور ما كناش شايفينها. لو انت ما انتش راضي، وصل لك امر شيء واحنا حاولنا معاك مره واثنين وثلاثه وانت مصمم، اقدر اعمل معاك ايه؟ هجبرك؟ ما اقدرش اجبرك. تجبرني؟ لا ما اقدرش. لكن في مدربين كتير يجوا ويعملوا نتائج وافضل. يعني انت ما حاجه ما ده ما حصلش غير مع كابتن حسام. ليه ما انا بقول لحضرتك بس مع الكابتن حسام تمام. انت مع فيتوريا جبنا مدرب كان كبير، فيتوريا بنتائج عمره ما مسك منتخب. ماشي، مش شرط اللي هو يكون مسك منتخب. ما هو في ياما. هل الكابتن حسام كان مسك منتخب الاردن؟ فقط كابتن ايهاب جلال كان مسك منتخب. كابتن حسن شحاته لما جه مصر كان جه منين؟ من المقاولين العرب. ايوه، بس انت في درجه ثانيه. بس كابتن حسن كان بياخد كام وده كان بياخد كام؟ لا، انت بتتكلم يا كابتن. انا بتكلم ده بياخد كام وده بياخد كام. اما تشوف المدرب الاجنبي دايما بياخد زي المدرب الوطني. يا دكتور عمرها. يا دكتور ايهاب، حضرتك ساعه ما تم تعيين كابتن حسام حسن كان في تصريح من اتحاد الكره، خرج تصريح رسمي ان حسام حسن ليس من المرشحين للاداره الفنيه لكره القدم المصريه. مستحيل. قبل ما يتعامل. والله العظيم حصل تصريح رسمي. من مين؟ قول لي على لسان. انا بقول لك والله حصل. انا انت سارك بس قول لي على لسان مين. مش مهم بقى على لسان مين. مستحيل. انا بقول لك وخلاص. بص يا كابتن، بص يا كابتن، فوجئنا بعد 48 ساعه كابتن حسام حسن مدير فني. انا هقول لك بص يا محمد، احنا بعد الكابتن ايهاب جلال قلنا لسعانا بمدير فني اجنبي. خلاص اوكي تمام. وجبت فيتوريا. بس قلنا لا ده انا بقول لك بعد فيتوريا. انا اسف تمام. بعد فيتوريا قلت هجيب اجنبي. قلنا هجيب اجنبي بس اسم كان خليلوزيتش. تمام. الاقرب. اتكلمنا عن هيرفي رينارد تمام. قلنا واحد يكون الشارع عارفه وحقق نتائج افريقيا ومعروف مع المنتخبات. اذا لم يعني لو ما وفقناش في ان احنا نسعين بواحد من الكبار، يبقى لا، العنصر الوطني. والعنصر الوطني في ذلك الاحق بتولي القياده الفنيه لمنتخب مصر هو الكابتن حسام حسن. جميل. فكان القرار بكابتن حسام حسن. واعتقد ان النتائج اللي اتحققت مع المنتخبات المصريه اللي احنا بنقول من اسوء لاسوء، اما اكون واصل لنهائي كاس افريقيه، ولازم هنسب دي برضو للمجلس اللي قبلنا، مهندس احمد مجاد واللي كانوا معاه، لان هم كان شغلهم مع كروش هو اللي وصل للدور. هو اللي جاب كروش النهائي. انا بقول لك احنا جينا على البطوله تمام. انت مع الكابتن، انا بعدها ايه وصلت نهائي الامم افريقيا بس بتاع كوت ديفوار، ومش انت لوحدك مصر. دي بطوله كانت غريبه وعجيبه. انت بتتكلم في المغرب، بتتكلم في الجزائر، بتتكلم في مصر، بتتكلم في الكام، بتتكلم كوت ديفوار اللي حطت رجل بره ورجعت خدت البطوله. بتتكلم في منتخبات زي مع كامله موريتانيا، كافيردي، مش عارف ايه، كانت هي اللي لها اليد الطوله في البطوله دي. في بطوله بس انا ما كسبتش ولا ماتش. ما انا بقول لك دي بطوله كانت غريبه جدا. بطوله غريبه جدا. لكن الحمد لله انا دلوقتي واصل نهائي كاس امم افريقيه قبل اخر مباراه. لا، مع كابتن حسام قصه تانية. كاس عالم حطينا رجلنا فيها ان شاء الله. اعتقد ده نجاح الحمد لله كبير جدا، يحسب للكابتن حسام حسن وجهازه، ويحسب لمجلس الاداره اللي مدعم الكابتن حسام حسن، ومتطلبات الكابتن حسام حسن مستجابه. يعني ينسب برضه لاتحاد الكره؟ ينسب تاكيد. مفيش نجاح اذا لم يتوفر له مقاوماته. كابتن حسام حسن في الملعب
كابتن حسام حسن لو طلب معسكرات موجوده، كابتن حسام حسن لو طلب مباريات وديه موجوده، خلاص انا بنفذ لك اللي انت عايزه كله. ليه الفشل ينسب لاتحاد الكوره وليه النجاح لا ينسب لاتحاد الكوره؟ ده اللي انا بقوله. ليه في حاله الفشل تقول ده انتوا اللي فاشلين، في حاله اي نجاح تقول لا انتوا مالكوش دور ليك؟ بس خلي بالك احنا لسه ما دخلناش المنافسات وانتوا ماشيين. هندخل هدخل في المنافسات في النهايات. ربنا امنيتي ولسه رايحين ان شاء الله كاس عالم كمان. حاجة سواء كنت داخل الجيل اللي موجود دلوقتي، انت شايف ما شاء الله محمد صلاح مكسر الدنيا، مرموش مكسر الدنيا، تريزيجيه مكسر الدنيا، عندك ذخيره من المنتخب الاولمبي طالعه ابراهيم عادل ووسام فيصل. كابتن حسام هو اللي اداهم الفرصه. تمام، كابتن حسام هو اللي دخلهم. مظبوط. ده يحسب لمين؟ لكابتن حسام. ويحسب ايضا لميكالي. اقول لك يحسب لميكالي ازاي؟ يحسب لميكالي ان جيل ما بيلعبش في النادي بتاعه يحط فيه شخصيه البطل، وان هو يكون لاعب كبير جوه المستطيل الاخضر ويطلع منهم اللي يخلي الكابتن حسام يقول لك لا انا اقدر اعتمد. اين هي شخصيه البطل؟ اللي انا اخد رابع اولمبيات من 60 سنه، حتى وان مباراه هزمت فيها سته البرازيل قابلت المانيا والاثنين ابطال عالم والثاني شاري الثاني 7-0، الكوره رايحه جايه. لكن ان انا حققت مركز رابع لم يحقق، ده نجاح ليا ونجاح لميكالو ونجاح المنتخب الاولمبي، اللي انا حقق مركز لم يحقق من 60 سنه. ده بكل المقاييس انجاز، كان بينك وبين النهائي 7 دقائق. تمام؟ مع جيل زي ما انا بقول لحضرتك معظمه ما كانش بيلعب في انديته. اللي انا اطلع منه لعيبه دلوقتي، كابتن حسام حسن بجرئته يعتمد عليهم في عمليه الاحلال والتجديد ويقول لك انا عندي جيل ثاني يشيل منتخب مصر، فده يحسب للجهاز الفني هنا كابتن حسام، يحسب لميكالي، يحسب لاتحاد الكوره التعاقد مع ميكالي الفائز بذهبيه ريو دي جانيرو. وهل حضرتك ان انت التعاقد او تجديد التعاقد مع ميكالي ده برضه يحسب لاتحاد الكوره؟ يحسب لاتحاد الكوره. ب 117,000 دولار؟ اللي بياخده مستر ميكالي اعتقادي 80,000 دولار هو وجهازه. ما هو ده من غير الضرايب. هو وجهازه بتاعه. ما هو من غير الضرايب. هات لي يعني انت الجهاز بالكامل، مش مستر ميكالي لوحده. ايوه الجهاز بالكامل باقامته بعربيته بكل الكلام ده 117,000 دولار. احنا دايما نقول لك يا جماعه احنا هننهض بالكره امتى؟ المنطقه العربيه والمغرب والسعوديه ومش عارف مين، كلهم مدربين وطنيين. ما تشوف الارقام بس يا فندم، مدربين وطنيين. لكن وطنيين. شوف مشروع المغرب منتخب مثلا 2008 مدرب وطني، في مدرب اجنبي موجود على راس العمل بيخطط ويعمل موجود معاهم في المشروع، وعنده كل الاعمار 2007 2008 2009 زوجه فردي وكل جهاز فني وطني ليه واحد اجنبي موجود على راس العمل بيخطط وده موجود معاه. وشوف بياخد مبالغ قد ايه، شوف السعوديه المبالغ قد ايه. احنا عاوزين ننهض بكره القدم. ما تجيش تكلمني انا مش جهه ربح في اتحاد الكره المصري، انا جهه اللي انا لا عايز منك ولا تاخد مني، انا عاوز اوفر مستلزماتي واوفر مقومات النجاح عندي. اجيب بقى مدير فني شايف ان هو يقدر يصنع جيل خلال 4 سنوات يصعد بهم اولمبيات ويقدر يحقق مركز افضل من اللي عامله، ما ده اللي انا محتاجه. المدينه الاولمبيه بتتكلف كام؟ تمام؟ فده اللي احنا محتاجينه. انت عاوز نجاح، ما تجيش تقول لي انت اديت ده مبلغ كبير جدا ده ثمنه كده. واحد فايز مع البرازيل بذهبيه ريو دي جانيرو، هديله ايه؟ ده اعتقادي مع ميكالي. لكن مفيش مدرب مصري يمسك؟ عندنا مدربين محترمين جدا. تمام؟ جدا. عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا طلعت وقلت بشكر الكابتن وائل رياض لانه عمل شغل كبير جدا مع الجيل ده. ووائل رياض برضو من اللي بيشتغل على نفسه كويس جدا واستفاد من وجوده مع ميكالي كويس جدا. طبعا ما اشتغل معاه. وائل رياض من افضل المدربين. عندي مش عاوز اظلم، انا عندي المدير الفني الوحيد اللي حقق 3 عالم هو الكابتن شوقي غريب. طبعا. تمام؟ يعني ما تتنسيش اصلا. ما انا بقول لحضرتك عندنا مدربين على اعلى مستوى. كابتن حسن وكابتن ربيع. طيب انت بتقول المدرب الوطني. انا عندي دلوقتي المنتخبات الوطنيه باستثناء منتخب واحد الاجنبي والباقي كله مصري. انا بتكلم المنتخب اللي هو كابتن حسام حسن، 2007 كابتن اسامه نبيه، 2008 كابتن احمد الكاس، 2009 كابتن حسين عبد اللطيف، 2010 كابتن وائل رياض. مع كامل الجهاز المصري. ومحققين نجاحات وهينجحوا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. يحسب لي ان انا المنتخبات الناشئين بهذا الكم دلوقتي ما كانتش موجوده قبل كده. عند حضرتك دلوقتي 5 منتخبات موجودين. تمام؟ المنتخبات دي نجاحها برضو سواء كان في 2005 و2008 مش ضربه حظ. ضربه حظ ليه؟ انت عدلت شكل المسابقات في الناشئين كليات. عندك دوري قطاعات بيتلعب، عندك دوري مناطق بيتلعب، مقسم الجمهورية لخمس قطاعات. المدير الفني اللي بيجي يختار منتخب بيشوف مصر كلها. ده المفروض طبعا. وده اللي حصل. كابتن احمد الكاس
راح راح الاقصر. انا اكثر واحد فرحان لاحمد الكاس بالكامل. ده شخصيه أحمد يعني الكاس، لو انت تتكلم عنه لا اكثر شخصيه فرحانه لان ربنا جابها له بعد سنين طويله قوي. كابتن الكاس ده كان لعيب كبير جداً. كان لعيب عظيم جداً. وكان لعيب اسطوره بجد في الكوره. فانا فرحان له جدا بالنجاح اللي حققه وربنا حكمه. بعد ما تخسر خمسه انك ترجع الرجعه دي لا بصراحه. وبرده شوف انا بقول لك مباراه رايحه وجايه، المنتخب ده فاز على المغرب 3-1 في الجزائر في الدوره اللي قبلها. ده اللي عرفته الكابتن محمد ابراهيم لما حكاه لي. قال لي هو الماتش ده سبب ماتش الخمسه. بص يا فندم احنا الثلاث اجوان في ثلاث دقائق ما تعرفش ايه اللي حصل. في ايه؟ ما بتعرفش في ايه؟ المنتخب ده فايز 3-1 بس الحمد لله اللي يقدر اما يبقى ولد صغير ويرجع بعد الهزيمه القاسيه ده نجاح. يبقى انت عندك ناشئين كويسين. فانت عندك دوري الناشئ دلوقتي يا استاذ محمد بيلعب من 50 ل 65 مباراه، وده الشغل اللي عمله الحاج عامر حسين والكابتن علاء نبيل في قطاعات الناشئين. لازم برضه اقول الحق اللي احنا عملوا شغل هايل جدا في مسابقات الناشئين، وده اللي هم عشان تقدر تطلع منتخبات قويه الفتره اللي جايه. ده اكيد وده مهم اكيد طبعا. بس هو الاهم ان احنا في الفتره اللي جايه نقدر نطلع لعيبه بشكل كويس. فرصه ان احنا عندنا مدير فني زي الكابتن حسام حسن بيدي الفرص. فرصه لازم نستغل الكلام ده ان انت عندك مدرب بيحب الحته دي وشاطر فيها. دلوقتي بتتفرج على محمود صابر، بتتفرج على ابراهيم عادل، بتتفرج على اسامه فيصل، بتتفرج على محمد شحاته، بتتفرج على حساب عبد المجيد. يعني بيدي اللعيبه بقلب. على حمزه علاء ما بيخافش. لازم ان احنا نستثمر دي ان احنا عندنا مدرب قلبه جامد. وده الولاد في الناشئين دلوقتي كلك يقول لك كده، يقول لك انا عندي فرصه العب في المنتخب عشان بقدم نفسي. ما هو ده اللي بيعمله كابتن قلبه جامد. قلبه جامد ودي حاجه كويسه لازم نشتغل عليها بشكل مهم في الفتره اللي جايه. تعال نروح للحكام. ملف الحكام اتفضل. نجحتوا فيه؟ نجحنا فيه بنسبه كام؟ هقول لحضرتك الاتي. اتفضل. احنا جينا وكان الكابتن عصام عبد الفتاح موجود، واحد من افضل الناس اللي موجوده. تمام؟ افضل الناس اللي موجوده، لكن بالبلدي كده اقول لك زمار الحي ما بيطربش. كابتن عصام واحد الاتحاد الدولي بيعتمد عليه، وعندنا اسماء في مصر، كابتن جمال الغندور، كابتن عصام عبد الفتاح، كابتن عندنا اسماء كبيره جدا، رضا البلتاجي، محمد ريشه، كابتن وجيه احمد، عندنا اسماء ياسر عبد الرؤوف، سمير عثمان. لا عندنا اسماء تحترم ومحترمه وبيعتمد. تامر دردي كان لبنان بتعتمد عليه. تمام؟ لكن زي ما انا قلت لك مصري، الدنيا كلها تيجي على مصر. احنا عاوزين الخبير الاجنبي. طيب احنا استعنا باثنين خبراء اجانب، مارك كلاتنبرج. تمام؟ ومن بعده بريرا اللي الكل قطع فيه، وازاي ومش ازاي، والمشروع مش المشروع، والتصنيف ومش التصنيف. تركيا تعاقدت مع بريرا هذا الاسبوع وبمبلغ اكتر من اللي كان بياخده في مصر. اكتر من 18 اكتر. تمام؟ وكان بياخد 14 مش 18. 14؟ اه. تمام؟ بمبلغ اكبر من كده. تمام. يعني ثقه في الراجل. المشكله طب احنا ما عرفناش نشغلهم ليه؟ طيب ادام الناس بتروح اشتغلوا. هقول لحضرتك حاجه، انت عاوز تاخد المشروع ما بينجحش في يوم ولا في سنه. الراجل لما جه عمل الاتي، الحكم الدولي او حكم الدرجه الاولى كان يحكم ماتشات دوليه، وحكم دوري ممتاز، وحكم دوري محترفين، وحكم درجه ثانيه، وحكم درجه ثالثه، شغال على كل. الراجل جه قال لك لا، انا في تصنيف عندي، حكام النخبه اللي موجودين دوري ممتاز معاهم الحكام الدوليين، وفي حكام للمحترفين، وفي سي 2 وسي 3، واللي ينجح من هنا يخش هنا، واللي مستواه ينزل تحت. فحركت خلت الناس كلها تشتغل. ما بص الناس كانت زعلانه يقول لك ايه التصنيف اللي تحت. انت كنت النهار ما يكرمك يديك مباراه في اخر الدوري بعد ما النتائج تخلص عشان يرضيك بيها. طب هو كان بيقول لك حاجه ثانيه للحكام، الحكام يقول لك انا لازم رجلي تبقى في الملعب. ماشي. انا ما كانش بيخلي رجلي في الملعب، انا كل قد ايه لما كنت باخد ماتش، فانا لازم زي اللعيب. مين؟ النخبه اللي فوق. لا النخبه اللي فوق هو كان عامل ايه؟ الحكم الدولي عنده المباريات الدوليه كتيره جدا، بيطلع بيطلع. تمام؟ تمام. انت في ظل ده كله اكتشفت محمود بسيوني، طلعت نضر امير الدوله، طلعت اسماء، يعني مش عاوز اقول محمد يوسف، في كذا حكم، في كذا، عشان ما تنساش حد. اه عشان ما تنساش حد. أوكي. ناس كتيره جدا طلعت. لكن زي ما انا بقول لك، الحكم عاوز يحكم كل حاجه، عاوز ياخد كل حاجه. فانت دلوقتي محطوط في الحته دي وماشي في التصنيف ده، فبنى عندك طلع لك من تحت عدد من الحكام كويسين جدا من الدرجات الادنى، ومساعدين ايمن دجيش كان عامل شغل هايل مع المساعدين، يعني اكثر من هايل. بدا عندنا يطلع اسماء تقدر تعتمد عليهم دلوقتي في الدوري الممتاز بتاعك. لكن
احنا زي ما انا بقول لك اللي فوق عاوز ياخد كله واللي تحت عاوز يبص للي فوق انا ما اخدش ليه، لكن ان احنا نمشي على المستوى ناخدها في سنه في اتنين ده للاسف برضو ان احنا على طول بنطالب بالتغيير ونطالب بكذا. طيب كابتن ناصر عبد الرب دلوقتي يعني الراجل هيعمل ايه اكتر من اللي بيعمله؟ الفار موجود وفي اخطاء للاسف الشديد مش عارف يعني بنقع فيها ازاي، والراجل بيصحح والراجل بيعمل. الاتجاه للمجلس الجديد هل هيستمر الكابتن ياسر او هيستعين بخبير اجنبي نرجع تاني للتجربه؟ لكن احنا بذلنا كل جهدنا فيها، استعنا بخبراء اجانب كانوا موجودين، استعنا بالمصري كانوا موجودين، معسكرات اتعملت للحكام، كنا يعني داعمين جدا للحكم المصري، لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكونوا اكثر استقرارا واكثر نضجا ان شاء الله. الكابتن حسام حسن في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه هو الراجل شغال، كان شغال بشكل كويس جدا، النتائج اكثر من رائعه، انت بتشغل مكسب على طول، شغال بشكل كويس جدا. الفتره دي كان التنسيق جيد جدا ما بين اتحاد الكوره وما بين كابتن حسام. اسال فيها الكابتن حسام. انا بسالك كابتن، علاقتنا بكابتن حسام وجهازه علاقه قويه جدا. ما عشان كده انا بتكلم على النتائج، النتائج جداً. كانت نتيجه استقرار جداً. بص يعني احنا على طول كابتن حسام طبعا موجود في مقره في الاتحاد لمكانه، اي شيء كان بيطلب من مجلس الاداره بيلبى من الكابتن حسام والجهاز، واحنا عاوزين التجربه تنجح وثقتنا في كابتن حسام بلا حدود بلا حدود، والنتائج ماشيه ما شاء الله، فكل حاجه كانت متوفره. انت محتاج المعسكر بيتعمل، محتاج طياره خاصه بنطلع بيها، لا كل شيء موجود مع منتخب مصر الاول، وده يعني بتمنى كابتن حسام واحد من القامات الكبيره جدا، والراجل ده عنده قلب فظيع وعنده حب لبلده مش موجود في حته ثانيه، والله ما موجود سواء هو والكابتن ابراهيم معاه، كابتن طارق والكابتن عبد الواحد ومعاهم وليد، مش كده من وجهه نظري ان قرار تعيينه كان متاخر. انا معاك، لكن لازم يجي من فتره زي الكابتن الكسكر، كان لازم يجي من فتره. في ناس اتظلمت كتير، لا والكابتن حسام كان برضه بيمرن فرق في الدوري الممتاز والمصري وفي يلعب في افريقيا وبيحقق نتائج، لكن يعني كابتن الكاس كان مختفي خالص. انا دايما اقول كابتن كاس جاء متاخرا، لكن الحمد لله اهم حاجه انها جت، الحمد لله دي اهم حاجه، دي ان هو طيب ويستاهل كل خير. بالظبط، هل تعتقد ان الكابتن الكاس في الفتره اللي جايه ممكن بقى مع المنتخب بتاعه يضيف عناصر، يبتدي يشتغل بقى لانه محتاج اضافه عناصر من خلال ما تتفرج كده، خاصه انه بعد قبل البطوله في لعيبه استبعدها مش بمزاجه، استبعدها ولعلمك برضو الموضوع، بس عشان نسيره الموضوع ده مش تزوير، مش تزوير، تسنيم ما في فرق بين التزوير والتسنيم. ممكن واحد يكون نموه اكبر يعني، فالسوره لما بتتعامل بيديك شرايح، لو عدت ست شهور لو عدت اربع شهور، الولاد كلهم في الاطار بتاع، بس في اطار ايه؟ اللي انت لما توصل كاس عالم هتبقى 17 سنوي، فده ما ينفعش. عشان كده احنا قلنا برضو يلعبوا في الدوري وما يلعبوش في المنتخبات عشان لا يستبعدوا من الايه؟ من المنتخبات. تمام؟ فانت هو عنده الطرفين الاساسيين ما كانوش موجودين، حارس المرمى الاساسي ما كانش موجود، بعض العناصر، فهو دايما شغال وهيشتغل اكتر واكتر الفتره اللي جايه. كابتن الكاس من الناس هي المفروض كاس الامم هتبقى امتى؟ هتبقى في شهر 4 ان شاء الله، بس لم تحدد بعد مكانها. لسه ما اتحددتش مكانها؟ لسه ما اتحددتش، لكن هي يعني بعد 4 شهور. بعد 4 شهور هو على طول يعمل معسكر، وان شاء الله المجلس القادم يكون داعم له بكل قوه، انا متاكد من ده. بس انا عاوز برضو في حته برضو في التقرير، اما قلنا فشل منتخب الشاطئيه هنا على ارضه مش عارف، طيب ليه ما نقولش ان منتخب الشاطئيه وصل لاول مره في تاريخ مصر كاس العالم؟ احنا بنوصل كاس العالم في كره القدم كلها دي، احنا شاركنا لاول مره في كاس العالم لكره الشاطئيه في ظل المجلس الحالي واشراف الحاج محمد بلوف عليه. لاول مره نصل للكره الشاطئيه. احنا شفنا يعني احيانا في المباراه الاخيره بتاعتنا الكره في العارضه كم مره وترجع منها مش راضيه تدخل. لكن المنتخب ده برضو وصل مع مصطفى لطفي المدير الفني الكفر لكاس العالم، ودي كانت اول مره تحصل في تاريخ الكره المصريه. فده نجاح، ما صعدتش مره وصعدت مره ثانيه، فده مش فشل، ده نجاح. يعني من وجهه نظر حضرتك ان اتحاد الكوره في ملفات نجح فيها وفي ملفات لم ينجح فيها؟ اكيد. بص الكمال لله وحده يا استاذ محمد، وانت عارف ما فيش واحد اقول لك 100% نجاح، لا احنا نجحنا في امور كتير جدا، نجحنا في امور ماليه. لما يبقى عندك هذا الكم من الرعاه لمنتخب مصر فضل الجهاز والاستاذ خالد الدرندلي والاستاذ جمال، بصراحه كان لهم دور كبير جدا، ده يحسب. شؤون اللاعبين سياده اللواء حلمي مشهور، الإعادة الروح تاني للجنة شؤون اللاعبين وفصل في كثير جدا من القضايا اللي كانت يعني مهملة على مدار سنوات، وقدر بلجنته اللي هو يفصل فيها، لا ده يحسب للي هو حلم مشهور. زي ما يحسب الكرة النسائية اللي بدأنا يبقى عندنا تصنيف فيها، نرجع للتصنيف تاني يبقى عندك 17 وعندك 20 وعندك منتخب أول وعندك دوري بيلعب فيه أهل وزمالك واتحاد ومصري، ده كله ما كانش موجود.
انت جيت يعني انا عاوز اقول لك اتحاد الكوره من سبقنا ناس قامات كتيره جدا، واحد زي المهندس احمد مجاد اقول لك انا واحد من الناس اللي اتمنى ان انا في يوم من الايام اكون مع احمد مجاد اتعلم منه. شوف انا بقول لك على الملأ، لكن انت استلمت اتحاد الكوره وكان ميزانيته 28000 جنيه على الملأ، سايب الخزن فيها 28000. لا مش سايب، هو يعني ممكن برضه سدد حاجات بتاع، ما بقولش هو كل مجلس بيجي بيشيل معاه اللي فات. 28000 جنيه حضرتك سددت ديون مشروع الهدف لوحده. انت سددت في مشروع الهدف باقي على مشروع الهدف 100 مليون جنيه، احنا سددنا 300 مليون جنيه، 340 مليون جنيه لتطوير مشروع الهدف. لا كانت مديونيات عليه من الانشاءات والحاجات دي كلها ما كانتش اندفعت. هو مش المفروض الفيفا هي اللي بتمول اي انشاءات في مشروع الهدف؟ 50% الفيفا بتمول 50%. انت دفعت 339 مليون جنيه من مديونيه الهدف الاتحاد الحالي من ميزانيته. ضرائب كانت موجوده الخاصه بال 20% من نسبه العقود ما كانتش بتورد، وردنا منها ما يزيد عن 45 مليون جنيه اللي كان ممكن يبقى في حجز على الاتحاد المصري لكره القدم. انت سددته، سددته جزء جدا عليك مديونيات. اي عليك مديونيات، لكن ليك برضو فلوس كتيره جدا، لان انا زي ما قلت لك مش جهه رابح. انا ليا اللي انا معسكراتي المتطلبات المنتخبات تبقى موجوده، كل حاجه تبقى موجوده، وسايبين الاتحاد في مبالغ محترمه جدا سواء كان بالدولار حاليا ابو المصر. يعني المجلس الجديد هيجي يلاقيها؟ هيجي، لا هيجي يلاقي في حدود 100 مليون جنيه مصري ومليون ونص دولار موجودين في. لا والله والله يعني الاتحاد الجديد المهندس هاني ابو ريده يوم 11 ودائع. المهندس هاني ابو ريده اقامه كبيره جدا، وانا من الناس اللي انا شفته في الاتحاد الدولي سيطرته عامله ازاي. لا ده حاجه كبيره، موجود مع النائب سيد خالد درندلي اللي موجود معانا وهو المسؤول عن الشق المالي. فبص احنا هقول يعني انا برضو يعني كان في بعض التعيينات ممكن تحصل في الجلسه الاخيره، قالوا لا عشان ما يبقاش فيها هريبه ومش عارف تعيينات يعني في اضافات في لجنه حكام، اضافات مش عارف كده. فالعرف معروف ان في اخر جلسه فتره الريبه دي ما تاخدش قرارات، انت ما تمشي فيها حاجه. حتى في بعض المهندس الاستاذ خالد يقول لا دي ما تنفعش عشان كذا، حريص برضو على المجلس اللي هو جاي فيه كمان. فهو وهو شارك جزء كبير جدا من الشق المالي اللي كان موجود، واعتقد ان هو هيبقى عارف هو مع ايه، واتكلم مع الوزير واحنا بيكرم المنتخبات اللي دايما برضو بشكر دكتور اشرف صبح انه شخصيه محترمه وشخصيه جميله وشخصيه عاشقه لبلدها، وكان داعم للاتحاد المصري لكره القدم ومعانا في كافه المشكلات، ما بسبناش لا في صغيره ولا في كبيره، فله كل الشكر وكل التقدير وكل التحيه. والمهندس الاستاذ خالد درندلي قال له احنا الاتحاد في كذا، وانا سعيد ان انا هبقى موجود ومعانا المبالغ ديت موجوده. تمام، فده شيء يسر حاجه. بس برضو اللي انا يعني لازم الاستاذ خالد الدرندلي عارف القصه وبلغها للمهندس هاني ابو ريده ان انت جاي. لا الخزنه مليانه، ودخل الوزير كمان يعني قال مع الوزير احنا الحمد لله سايبين سلمنا الاتحاد كذا وسايبين الاتحاد كذا، لانه كان له دور كبير جدا في عقود الرعايه بعلاقاته وبصلاته. حاجتين بس اللي عاوز اتكلم فيهم برضو سريعا، كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات ماله، الاثنين من انبل الناس اللي الواحد اتعامل معاهم ومن اكثر الناس حرصا. كابتن حازم امام تعرض لهجمه شرسه جدا لا ناقه له فيها ولا جمل. انا الناس قعدت تقول ظلم في موضوع فيتوريا، ظلم جدا. حازم امام مش هو اللي متعاقد مع فيتوريا، مجلس الاداره هو من تعاقد مع فيتوريا، ولكن فوض الكابتن حازم امام للتعاقد مع فيتوريا. فانا لو حصل فشل كلنا اللي نتحمله، مش حازم امام لوحده، لكن للاسف برضو انت عارف والله دي حاجه حلوه يعني دي شهاده منك، دي شهاده محترمه جدا كابتن حازم. يعني اذا لو هناك خطا يبقى على الكل. انا حزنت لما شفت كابتن حازم في اول لقاء ليا بعد الهجمه، لقيت الراجل كبر. مش ده حازم امام النجم اللي الناس كلها تمشي في الشارع تحب تتصور مع حازم امام بحب الناس ليه بعلاقه، متاثر باللي حصل يعني. حصل ان انت عارف ليه هتعرض للهجمه دي كلها. وانت المشكله يا استاذ محمد حالة العمل العام بقى صعب قوي. طبعا تبقى قاعد في بيتك تلاقي حد ما تعرفوش، واقل حاجه دلوقتي الشتيمه وبقيت مستباح وعرضك مستباح، عندك اسره وعندك اولاد. ما لا عندنا سلوكياتنا للاسف عاوزه تغيير. وبركات، بركات له الفضل ان هو قدم مستر ميكالي لان هو يكون موجود في الكره المصريه. تمام، وكان موجود مع المنتخب الاولمبي في كل صغيره وفي كل كبيره وفي كل معسكرات، تحمل المسؤوليه معاه، فيحسب لمحمد بركات نجاح المنتخب الاولمبي. اكيد كل ده تشرفتني ونورتني. هقول لك يعني
طب انت ليه ما انت ليك حق الانتخاب ما دخلتش الانتخابات دي ليه؟ هقول لحضرتك حاجه. اه صحيح. انا لسه بقول لك العامل العام يخليك ان انت كده تقعد وترتاح اكتفيت بره تغمض عينك اكتفيت بدوره وشوف شغلنا الاعلامي يعني ان شاء الله باذن الله المجلس القادم بتمنى لهم التوفيق. شخصيات محترمه شخصيات جميله جدا ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين. اللي احنا ما قدرناش نعمله هم ان شاء الله ربنا يوفقهم اللي هم يعملوه كلنا في ظهرهم. لان انا عارف عشان تاخد قرار على الترابيزه بيبقى له تبعات كتيره جدا ولازم تبقى ايدك وعينك فيه. اللي بره بيبقى بنسهل الامر لكن ان شاء الله هم قدها ودود وربنا يوفقهم ان شاء الله. وسعيد جدا بهذا الحوار مع الشخصيه المحترمه اللي بكلمك. اشكرك تشرفتني ونورتني واتمنى لك التوفيق في المرحله اللي جايه بقى ترجع شغلك الطبيعي بقى في العمل الاعلامي ان شاء الله. ويعني ثلاث سنين هدوك شويه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دكتور إيهاب الكومي شرفتني ونورتني ونلتقي على خير ان شاء الله دايما زميل عزيز واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. نهايه الفقره الثانيه هنطلع لفاصل وبعد كده نروح بقى لدوري الممتاز به او دوري المحترفين والجوله اللي اتلعبت الحد والاثنين تفاصيلها نتائجها اهدافها ونشوف كل حاجه فيها من خلال الفقره الثالثه ان شاء الله. برحب بحضراتكم بعد الفصل ونبدا بقى فقرتنا اللي حضراتكم بتنتظروها كل اسبوع. والنهارده معانا الجوله العشره من دوري الممتاز به او دوري المحترفين زي ما بيتقال عليه ومباريات يعني مثيره جدا. النتائج نفسها دوري ما تفهملوش بقى هو بعدين يعني وكمان حتى على القمه والصداره كراسي موسيقيه. الاسبوع اللي فات كان وادي دجله المتصدر المره دي لا نزل وطلع المقاولين قصة جميلة. لكن خلينا نرحب بضيوف الأول النهاردة علشان عايزين نتكلم في أكتر من حاجة بسرعة وعندنا منتخب نادي جماهيري نادي منتخب السويس عايزين نعرف نشوف إيه اللي بيحصل في نادي منتخب السويس وفين السويس وكرة السويس ونجوم السويس. ولما أجي أبص في الجدول ألاقي السويس الـ11 هذا النادي الجماهيري الكبير. فأعتقد أن احنا محتاجين النهاردة نتوقف برضو مع نادي منتخب السويس. كابتن إيهاب منور الدنيا. منور حضرتك كابتن محمد. سعيد جدا وبتشرف بوجودي معاك دايما. زميلنا رضا منور الدنيا. منور يا كابتن محمد وسعيد طبعا التواجد معاك ومع كابتن إيهاب. أهلا وسهلا أهلا بيك كابتن إيهاب. هنفضل في الكراسي الموسيقية دي كتير؟ دوري ممتع دوري الناس بدأت فعلا تنتظر مباريات الدوري وتنتظر اليومين الحد والاثنين ودي ميزة كمان كبيرة جدا تثبيت المواعيد فالناس منتظر المواعيد بفرغ الصبر ومستنيه النتائج ومستنيه المباريات. مفيش توقع مفيش كبير في المباريات دي. ده انت يعني من الحاجات اللي بنشوفها الماتش بتاع بروكسي وكهرباء اسماعيليه الشوط الاولاني 2-0 كهرباء اسماعيليه في الشوط الثاني في 10 دقائق بروكسي بيرجع بالدقيقه 82 للدقيقه 92 بروكسي بيكسب 3-2 بالظبط. ما هي 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 مفيش يعني انت دلوقتي كمان انت بتتكلم ان كهرباء الاسماعيليه اللي راح كسب ابو قيف في اسكندريه 4 وبعد كده بيجي فانت في حاجات كثيره جدا دي اهداف ده الماتش كفته واحد من اجمل الاهداف ده كهرباء الاسماعيليه مع بروكسي وده كان التقدم لفريق كهرباء الاسماعيليه 1-0 احمد كفته يمكن ده الهدف الثاني عن طريق خطا لحارس المرمى هيضغط عليه الله. شيكا بيرجعها لتاني لكفته وكفته ما بيجيتش اي صعوبه كده 2-0 كهرباء الاسماعيليه. تخيل كل الناس بقى خلاص توقعت 2-0 والشوط الاول خلص 2-0 لكن من تصريحات محمد حامد المدير الفني لبروكسي بعد الماتش هو بيقول لك انا ما استسلمتش لا احنا عندنا طموح عندنا رغبه وعندنا الحماس ولك ان تتخيل ان لحد الدقيقه 82 هم ضاغطين وعندهم الشراسه وعندهم الاصرار. الجول ده في الدقيقه 82 لمحمد جابر بعد كده احمد فوزي هدفين متتاليين وفيهم شبه من بعض يعني بص ده في الدقيقة 88 ده هتنزل على حدود ال 18 يلا هيحط على طول كده 2-2
واحنا في الدقيقه 88 88 بص بقى الهدف الثالث احنا كده في الدقيقه 94 على فكره الهدف الثالث احمد فوزي يعني. رقم 6 هيستلم منين لو بعديها ماشي كمل شوط بص بقى انا عايز اتكلم في نقطه لو هنحلل الهدفين سريعا الجول ده انت فاكر جول شهاب الاتحاد الليبي نفس القرار نفس التوقيت صعب جدا خلي بالك صعب جدا اللي انت في توقيت زي ده صعب جدا يبقى عندك الشخصيه اللي انت تاخد القرار بدل ما تباصي شوط خلي بالك لو رجعنا للجول احمد فوزي عمل حاجه جميله جدا في وسط الملعب عمل سكان هو بص وراه لو عدنا كده هتلاقيه هو بص وراه شاف في حد قريب منه ولا لا فالبصه دي خلت عارف هو واقف وعنده جرأه ان في التوقيت ده شخصيه وانه يروح ويشوط الشوطه دي تخيل انت لو طلعت عاليه في السماء ولا حاجه لكن هو عنده الشخص الكلام ده في الدوري ممتاز بس عاوز اقول لك حاجه يا استاذ محمد ان كابتن ياسر الكناني حتى لما كان ماسك الالومنيوم اثرت معاه لا انا بص الاول يا رضا بص 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 لا قرار قرار بس انا عايز ارجعها معلش يعني شويه كده لورا والباص بيتعمل له قبل الباص ما يتعمل له حلو قوي لو ينفع يعني هيجي بالك هيجي بالك هيجي بالك لكن بتقول يا رضا ان كابتن ياسر الكناني كان قبل كده ايضا كمان لما كان في الالومنيوم حصلت معاه كان في مباراه المنيا كان متقدم 2-0 اتغلب 3-2 قبل كده كان مع الالومنيوم ايضا وبيلاعب طهطه موسم الصعود اللي صعد في البنك الاهلي كان متقدم 2-0 اخر ايضا 10 دقائق اتعادل 2-2 المشكله في ايه؟ محمد حامد دارس الفرقه الكهرباء هو شاف مثلا مباراه ابو قير للاسمده مع الكهرباء كابتن ياسر قوته يعتبر في الشوط الاول سجل 4 اهداف رغم ان هو كان متاخر بهدف عنده قوه كبيره جدا اول 70 دقيقه بعد كده الفريق بيعمل مجهود كبير جدا هو استغل قطع كلامك معلش هو انت عايز تشوف ايه بالظبط كمل كمل كمل, كمل 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 كمان اوكي بص هنا وهو بيطلب الكره بص 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 هو بيعمل ايه شايف هو بص الاول قبل الكره ما تجيله بص 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 ايوه ايوه بص قدامه انا بس دي جامده جدا انك تقعد تبص كده وتبص كده والكره لسه ما جاتش الكره ما جاتش فاستلم عارف ان عارف الدنيا فاضيه معدي مساحه فخد القرار فدي برضو شخصيه لعيب ولعيب واضح ان هو خامه مباشر لعيب كويس اللعيب ده احمد فوزي احمد فوزي لعيب بروكسي واذاعه المباراه استاذ محمد سهلت على بصراحة قوم اللي بتعمله سواء إذاعة أو سواء أون تايم دي حاجة رائعة التغطية مهمة جدا جدا للماتشات مع المدربين ومع اللعيبة ومع المنظومة كلها ومع اللعيبة نفسها في أن اللعيبة بتتشاف بشكل قوي جدا وبشكل مميز جدا فدي حاجة بصراحة رائعة سواء من أون سبورت اف ام أو أون تايم في لا دي حاجة رائعة بصراحة يعني النهارده أستاذ محمد لو دخلنا كمان على المركز الإعلامي لصفحات الأندية التشكيل بيكون موجود النهارده بتشوف الماتشات مذاعة بأهدافها فكل فريق بقى عارف الفريق المنافس ليه نقطة ضعفه إيه نقطة قوته إيه أكيد. حتى وأنا بتكلم مع معظم المدربين هم شايفين قوة المدرب مثلا أو بيلعب بطريقة لعب إزاي طريقته واضحة عنده مهاجم زي ما شفنا حتى مباراة الداخلية مع لافيانا مثلا أمير عزم هو شايف الفرقة من بدري شفنا كمان طنطا لما كابتن خالد عيد هو شايف الفرقه راجل صعد قبل كده بالدوري ممتاز عارف عيوب الفرقه ايه فقدر ان هو يكسب ماتشين حتى كمان لو شفنا معظم الفرقه المقاولين العرب محمد مكي هو راجل خبره في الدوري خبره في الحته دي حتى محمد الشيخ اللي هو لسه مدرب صغير هو ايضا كان في قطاع الناشئين ويعتبر على محمد الشيخ اللي هو ده وادي دجله وادي دجله وادي دجله انا عارف محمد الشيخ عامل شغل كويس جدا كابتن عمرو انور مع المصريه اتصالات كمان كان مع طنطا الله على الجول الجميل ده محمود بس انا عايز اسال سؤال بقى هو موضوع الداخليه ده بقى الغربال الجديد زي ما بنقول بالبلدي كده مع امير عزمي ده هو الغربال الجديد بس اقول لك الفرقه في عناصر حلو إيه؟ الفريق في عناصر كويس كفرقه كفرقه فيها عناصر يعني كويس يعني هي كانت مع الكابتن عيد مرزي الدنيا مش احسن حاجه وخلاص مش افضل حاجه مش افضل حاجه لكن الفريق فيه عناصر كويسه في عناصر كويسه وامير عزمي كمان كابتن امير عزمي عنده خبره في الدرجه دي خلاص وكمان كان متابع جيد من خلال تواجده كمان في الاستوديو في الاستوديو كان بيبقى وهو بيبقى غير الاستوديو كمان هو كان في ماتشات بيروح يتفرج عليها من الملعب فكان متابع جيد وعن قرب للمباريات اللي زي دي يعني كمان تنفيذ ركلات الجزاء لافيانا عندهم 2 سجلهم يعني اديدا مول هو اللي سجل الاولانيه كان ممكن هو اللي يسدد مثلا الثانيه حازم مرسي هو اللي سجل الثانيه كان في رغبه من الداخليه التسديد عندهم بس هتشوف الهدف الثالث هو يعتبر هدف المكسب المكسب هو ده ده الهدف بتاع الداخليه ده يعني محمود طلعت لعب كره طويله لحارس المرمى خطا في الدقيقه 97 خطا صعب جدا لا 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 عمر صلاح سجلها لا 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 توفيق دي جديده دي توفيق لا 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 توفيق ايه التوفيق التوفيق لامير عزمي لامير عزمي لا لكن حارس المرمى لا 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 ايه ده يعني صعبه قوي دي صعبه بجد فهي يعني في حاجات بتحصل وكمان انا ببص فيها لقيتها في الدقيقه 97
خلاص المباراه الحكم مدي 7 دقايق وهي في الدقيقه 7 برضه. ايه ده خبرات؟ خلي بالك ان هو عارف عارف وعايز يعمل ايه. ايهاب خبرات ايه؟ هقول لك ليه. ايهاب ما فيهاش الكلام ده كله. ايهاب هقول لك ليه. عارف وعايز يعمل ايه؟ عايز ياخدها ويجري يبدا بيها هجمه، مش وقته. انا ممكن احافظ على النقطه، هات لو جبتها تاني. ايوه ما بص كمل. هو ممكن يستناها عادي، خلي بالك هي جايه له، والهوا خلاص الهوا معاه، المدافعين استسلموا خلاص. ايهاب مفيش هوا. ايهاب اهو مسك. بص هو رايح، انت فاهم اقصد ايه؟ انهار ابيض، خطا كلف فرقته. الذكاء كمان من المهاجم. اه طبعا كمل طبعا. هو كان ممكن شاف الجول بص واداله ظهره. انا بكلمك في نقطه ايه بقى؟ ان هو في التوقيت ده خلاص انا ممكن اهدي اللعبه 97. طيب انا عايز ابص على حاجه في الجدول كده بسرعه. هبص على فريق لافيينا، هلاقي لافيينا في المركز قبل الاخير بثمان نقاط. ده نادي اشتغل بشكل كويس جدا السنين اللي فاتت وكان منافس قوي على الصعود. ايه اللي حصل السنه دي؟ هل باعوا اللعيبه ومبقاش فيه لعيبه كويسه ومبيجيبوش لعيبه كويسه دلوقتي السنه دي مثلا، واللعيبه الهايله اتباعت اهو يعني زي قدامنا لافيينا ال 19 بثمان نقط من 30 نقطه. هو من 30 نقطه انت خسران 22. اتفضل يا خط الدفاع مثلا باعوه لنادي السكر الحديد، يعني مثلا الاربعه جيبس وحلواني ومارسيلو، ثلاث لعيبه والله ثلاث السنه دي، اثنين مساكين جيبس والحلواني ومارسيلو الباتشي ده السنه دي. اوكي دافعين اكتر من 8 لعيبه. سكولز مثلا لاعب من لعيبه وسط الملعب، وادي دجله راح لوادي دجله، فانت بالنسبه لك معظم اللعيبه اللي جت موجود. انا بن شرقي راح المحل. انا عارف ان هو بن شرقي اللي كان بيلعب في المحله ده لافيينا يعني 8 9 لعيبه بارقام كويسه. طب التدعيم كان هيكون ازاي؟ لا واضح ان التدعيم مش على قد اللي مش ناشئين بالفعل. فتجربه الموسم الحالي اصبحت صعبه. الموسم الماضي كده هتهبط بالفعل يا محمد. يعني الموسم الماضي كنا قلنا مرحلتين، فانت ممكن مثلا لو مع ال10 انديه الاولانيين خلاص انت بالنسبه لك بتبعد عن الهبوط. انما الموسم الحالي خلاص لو انت قوي انت اللي هتكمل، والدليل ان معظم الانديه اللي دعمت كويس هي المتصدره. بالتالي اول حتى كمان 6 انديه مفهوم مقاولين، دجله، مصر الاتصالات، ابو قير، كهرباء، قناه، كلهم بيدعموا تدعيم كويس. عكس مثلا لافيان، عكس المنصوره، ديروت مع ناشئين، فبالتالي هو الخمسه الاوائل على الدوري بعد 10 جولات. الميزه ان كله لاعب ما عدا ماتش واحد بس اللي متاجل بين البلديه وسبورتنج، ده الماتش الوحيد اللي متاجل، لكن كل ال 16 فريق لاعبين 10 ماتشات، وده اللي مدي ال 18 وده اللي مدي للمسابقه قوه. طبعا انتظام وانتظام المسابقه وخلاص. انت عايز اتكلم في نقطه لافيانا برضو. ان هو لما عمل الاحلال والتجديد عمله الموسم اللي فات برضه، واستثمر في لعيبه وباع لعيبه وجاب، كان موجود معاه يعني خبرات. اللعيبه دي بقى بفلوس كتير؟ اعتقد بفلوس كتير. بفلوس كتير، بفلوس كتير، بارقام كبيره. اوكي لكن المفروض كنت اعدل ال 20 حتى لو انا هدعم بعناصر شابه كعناصر لعيبه، كان المفروض اتعامل بقى بمدرب عنده الخبرات اللي هو يقدر يشتغل مع المجموعه دي ازاي. لكن جاب كمان مدرب صغير في السن اللي هو احمد صلاح، فكان صغير مع العناصر الصغيره دي اثرت بشكل كبير جدا. احنا الاسبوع ده شفنا جهاز فني مشي، الجهاز الفني بتاع بلديه المحله، كابتن ابراهيم صلاح وحسام حسن واحمد علي الجهاز كله مشي، وبعد التعادل مع المنصوره 0-0. هي البلديه كان هدفها الصعود المفروض، لكن بس اقول لحضرتك حاجه برضو، توقيت اللي هو اقاله او استقاله الجهاز كان صعب جدا، لان هم جايين من 4 نقط تغلب على اسوان، وبدات النتائج تتحسن شويه بشويه. يعني خلي بالك في البدايه كنت ممكن اقول لك في اول 5 6 اسابيع النتائج ما كانتش افضل حاجه، والاداء ما كانش افضل. يعني صلاح مش بادئ الموسم؟ لا بادئ، بس اداؤه ما كانش افضل حاجه. يعني هو بدا يدخل في الدوري بعد 4 اسابيع. يعني دلوقتي هو جاي مكسب اسوان، وراح المباراه اللي فاتت تعادل مع المنصوره في ملعب نابارو، المباراه اللي جايه كان عنده رايه، وهيرجع كمان. ده كانت المباراه اللي جايه بدايه عوده البلديه لملعبها، خلي بالك استاذ محمد البلديه بيلعب في طنطا، فكانت برضو نقطة مهمة جدا انك تصبر عليه. وهو بدأ خلاص بدأ لان برضو تجربة جديدة، تجربة شابة انت جربتها قبل كده مع احمد عبد الرؤوف، كان نادي بلدية المحلة، وكان عندك الصبر عليه ان انت تقدر وصعد بيه. فانت دلوقتي كمان عندك ماتش مؤجل، يعني البلدية عنده ماتش مؤجل وعلى ملعبه مع سبورتنج، فممكن تكسب، فهتبقى 13 14 نقطة، فهتقدر تخش برضو في الحسابات، وتقدر تخش ان لسه المشوار طويل جدا وعندك يناير داخل، فتقدر تعمل تدعيمات. لكن التوقيت انا مستغربه جدا، سواء من مجلس ادارة البلدية او من ابراهيم، يعني كان موقف صعب بالنسبة لي الاثنين. طيب رضا، عايزة اتكلم على تعادل وادي دجلة والاتصالات 0-0. يعني ده تعادل منطقي، يعني بتكلم في وادي دجله الثاني 21 ومصريه الاتصالات الثالث 19، يعني تعتبر قمه الاسبوع. كانت اقوى مباراه
يعني طبعا المباراه القويه جدا رغم عدم اذاعتها، ولكن كانت واحده من المباريات اللي ما بين كابتن محمد الشيخ وكابتن عمرو انور شفنا فيه ضغط كبير جدا لوادي دجله، هجمات كانت كتير جدا، ان احنا بنشوف ان الفرقتين عندهم عناصر مميزه جدا، ان انت بتشوف حتى رغم طرد محمد بهاء في المباراه لاعب مصر للاتصالات، ولكن الفريق قدر على الاقل ان هو شايف ان كابتن عمرو انور كسب نقطه من المباراه، على الاقل انا في المركز الثالث ما خسرتش، كمان حظوظي ما زالت موجوده نفسيا كمان امام اللاعبين ان انا كنت بقابل المتصدر للمجموعه. بالتالي كمان ان احنا بنشوف وادي دجله هو الفريق اللي عنده كل مركز في ثلاث لعيبه، يعني لو بصينا في معظم التشكيلات لفريق وادي دجله هو فريق متكامل، سواء في حراسه المرمى حتى يعني بونجا مصاب احتياطه واحد من الحراس الكويسه جدا، فبنشوف مثلا في خط الدفاع سيفتو اللي كان في الدوري الممتاز موجود معاهم، بنشوف حتى في خط الهجوم الهداف مثلا علي حسين. عندك وليد عطيه كان واحد هدافين قبل كده مع بترول اسور، اكرم عبد الرب واحد هداف ايضا مع القناه، فانت عندك في كل مركز بيصطي واحد من مواهب مثلا في الفريق، فالفريق متكامل. مصيدة صلات في المواسم الماضيه كان بيبقى عنده سوء حظ، لكن مع كابتن عمرو انور، كابتن عمرو انور خلاص كسب في الدرجه، كان قريب يصعد مع طنطا من موسمين لما كان الدوري ثلاث مجموعات، خسر الصعود في اخر جوله لما بلدات المحله صعد محمد عبد الرؤوف. الموسم الماضي وجهه نظر كان انا كنت شايف يعني لما نشوف الملخص هنلاقي فيه متعه فرص مهمه جدا للفرقتين. فكابتن عمرو انور الموسم الماضي انا وجهه نظري كنت شايف ان هو حقق انجاز مع طنطا ان هم ضمن التواجد، قعدهم ما خرجوهم ما نزلوش بالفعل، لكن المباراه حتى حصل شد وجذب بين كابتن عمرو انور طبعا في المف يعني شايف يا خبر ابيض يعني المباراه فعلا كانت ممتعه جدا. هي انت حضرتك وصفتها حسين ذكري كمان حارس المصري الاتصالات كان عامل شغل كويس في المباراه، انت يعني حضرتك وصفتها استاذ محمد بوصف هي قمه الجوله، هي قمه الجوله، هي قمه الجوله، باجي اشوف هي قمه الجوله العاشره طبعا كبار، وبين اثنين هدافين كمان كانت مباراه داخل ارضيه الملعب ما بين محمد شاهين في الاتصالات وبين علي حسين في وادي دجله، الاثنين هدافين من هدافين الدوري، اربع اهداف لكل واحد فيهم، بس واضح ان الوادي دجله كان مسيطر اكتر شويه. يعني ده اللي احنا شايفينه، حتى كمان عبد الكافي رجب اللي هو حارس يعني شويه كده الفرص فرص وادي دجله كانت اكتر شويه، الحلول كتيره في وادي دجله، يعني ده كريم حلاوه مثلا لعيب كويس، لعيب من اللعيبه المميزه، داهش في الباك شمال يعني يا نهار ابيض، تصدي ايه الفرص دي، تصدي الجوله، لا ده 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 تصدي العشر اسابيع اللي فاتوا، وادي واحد ده كمان هايل مين عايز اعرف، حسين ذكري، حسين ذكري حارس مميز جدا، ده حارس ده يلعب في الدوري الممتاز ده، يعني ده يلعب دوري ممتاز ده، يعني هو ياخد ده هجمتين، ده الاول الاثنين اصعب من بعض، انا بقول لك الهجمتين دول الكورتين دول يعني حاجه رائعه رائعه، وعنده رده فعل ممتاز، ما دي برضو ميزه المباراه تذاع والناس تشوف، انا بدل لما اروح اشتري بملايين انا ممكن اجيب من العناصر دي، بص يعني ده ردت دي التسديده، لا دي التسديده اللي جت فوق العرض دي، لا دي جت فوق العرض دي بتاع كريم حلاوه، هي دي مش عدى، لا 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 مش عدى، عملها كويس اولا، عامل الكروس عرضي نموذج، دي جول خلاص، لا لا عالمي 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 بجد، وزند باليمين ازاي وجاب، لا 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 هايل هايل تصدي الجوله، لكن خلاص تصدي الجوله، لا تصدي الجوله خلاص مش هنتكلم على تصدي الجوله، هو كده خلص خلاص تصدي الجوله والعشر اسابيع كلهم، بصراحه برافو حسين طبعا، هايل هايل هايل. انا عايز اروح بقى لمنتخب السويس مع ديروت، المباراه في ديروت، ومنتخب السويس انا بتكلم في المركز ال11 عنده 13 نقطه، عايز يعني عايز اقول على منتخب السويس، أنا نفسي النادي ده يرجع زي ما كان، النادي ده جماهيري طبعا. نفسنا الأندية الجماهيرية ترجع تاني، ملهاش حل، لا حلول ولكن لازم حلول ولا حل؟ حلول كتير جدا، حلول والله، لأن منتخب السويس من 20 سنة وهما بيتكلموا على حلول ما بتتنفذ، أنت بيكون عندك تنمية الموارد إزاي، فقالوا الفكرة مثلا النادي الاجتماعي، النادي الاجتماعي مثلا ممكن تعمل قاعات، بتعمل محلات، بدأوا يشتغلوا على القصة دي بقالهم أكتر من فترة. طب إيه بقى؟ يعني الموضوع لسه برضك ما عملوش، مثلا كانت حاجات بسيطه جوه النادي الاجتماعي، استاذ اسامه الموشي بيتواصل حتى مع شركات، احنا عارفين منطقه السويس فيها شركات كتير جدا، حصل قبل كده بينهم تعاون وبين نادي سيراميكا وكانوا بياخدوا لعيبه مثلا تعاون بينهم، لكن ما حصلش الاستاذ محمد ان يكون في توافق مع احدى الشركات عشان ترعى النادي، لان خلاص الامور الماديه النهارده اي نادي علشان ينافس محتاج له على الاقل 20 30 مليون جنيه مثلا في الدرجه الثانيه، عشان تنافس بالفعل في الدرجه الثانيه، عشان تنافس، ما انت النهارده عشان تشوف المنصوره ميزانيته مثلا اقل من 10 مليون في المنصوره فين، عشان تشوف سبورتنج
ميزانيته اقل من 10 مليون فموجود فيه. يعني المبلغ 20 مليون ده في الدرجه الثانيه عشان تنافس، عشان تنافس ده عايز ميزانيه السنه. ففي انديه اكتر بارقام اكتر من كده كمان في الدرجه الثانيه كمان. طبعا النهارده في لعيبه في الدوري الممتاز في المقاولين في دجله راتبهم عدى المليون مثلا او بيكون بادئ عقود من 750,000، انما النهارده تشوف في المنصوره تشوف سبورتنج مثلا ب 100,000 لعيب، ممكن رايا مثلا بتلاقي في ال 200,000، بتلاقي دايروت لعيبه ناشئين بال 100,000 وطالع مثلا 100 ل 200,000. النهارده بنشوف بلدات المحلة عقودها هي نفس العقود اللي كانت في الدوري الممتاز مثلا من 500 ل 700,000 النهارده. لكن منتخب السويس ده الجمهور هو اللي كان بيعمل مكافأة للعيبه. النهارده مجلس الاداره في الايام الماضيه كان بيلم من بعض مجلس الاداره كابتن يعني هاد. الجمهور عشان اصلا لعبت بقى في منتخب السويس، لعبت في السويس اخر يعني اخر موسم الموسم اللي قبل الاخير ليا في الكوره لعبت في منتخب السويس. الناس هناك بتعشق حد. مين كان المدرب لما انت رحت؟ خمس ست سنين. لا 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 انت واضح ان انت ناسيهم خالص. لا مسكني كابتن علاء نوح. كابتن علاء نوح اللي هو ماسك المنصوره دلوقتي. مسكني كابتن ميمي فريد. كابتن ميمي فريد ده ابن السويس. ده ايقونه السويس وده ايقونه السويس. مسكني كابتن ياسر رضوان ده كله. بص انا بكلمك في موسم ونص يعني كل ده مسكني كل المدربين دول في موسم ونص مسكوني. كابتن علاء نوح، كابتن وائل قباني. بص ده كل مدرب كان بيمسك شهرين ولا ايه؟ بقول لك بص ده كله مسكني إيه الكم ده؟ في الفتره اللي انا لعبت فيها في السويس في موسم ونص. الناس بتتنفس وبتعشق الكوره زي بورسعيد زي اسكندريه طبعا. يمكن انا بشبههم جدا عشان لعبت في المصري برضو بجمهور بورسعيد. الجمهور في السويس يمكن غيور جدا على الفرقه، غيوره على النادي، بيحضر التمارين، بيقابلك في الشارع، بيبقى حريص على اللي انت يعني بيقطع من لحمه الحيزه بنقول. يعني النقطه بالذات اللي عايز اتكلم عليها اللي هي نقطه ان الجمهور جمع علشان يدي اللعيبه مكافئات السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ السنه اللي فاتت في الصعود في الترقي لما صعدوا الترقي في دوره الترقي لما كسبوا كرامه الاسماعيليه يا كابتن ايهاب. من اسبوع مجلس الاداره اعضاء مجلس الاداره هم اللي دفعوا يعني في دفعوا دفع 500,000 جنيه دفعوا مكافئات دفعوا اللعيبه مكافئات. احمد عبد المقصود مشي ليه؟ لان هو اخذ راتب شهر والشهر الثاني ما اخذوش فاعتبروا شرط جزائي. بس دي كانت بتحصل في اوقات كتيره لاعضاء مجلس اداره تدفع في المصري في ايام الازمات قبل. طيب اوكي انا هكمل مع منتخب السويس لان انا كل حلقه لازم يهمني ان انا اتكلم عن نادي جماهيري واناقش الانديه الجماهيريه لان الكوره للجماهير، الكوره جمهور، المتعه الجمهور كله. احنا الكاميرا اون تايم وكاميرا برنامج الهدف راحت السويس وعملوا لنا تقرير حول ايه مشاكل نادي منتخب السويس. نتابع التقرير وارجع اكمل مع كابتن ايهاب والزميل رضا السلطان. طبعا زي ما انتم شايفين ان احنا بدانا الموسم جمعنا الفرقه برده طالعين من يعتبر القسم الثالث. الحمد لله صعدنا محترفين على طول. ابتدينا نجمع فرقه دوري محترفين. انت عارف دوري ليه مواصفات خاصه في اللعيبه والكلام ده كله. جمعنا الفرقه والحمد لله ابتدينا رغم كل طبعا الامكانيات اللي مصر كلها عارفاها في الانديه الشعبيه مش السوس بس الانديه الشعبيه ابتدينا نتحرك لحد طبعا الماتش بعد ماتش المقاولين بعد الهزيمه. كابتن احمد مقصود طبعا اللي انا بشكره من خلالكم هو والناس اللي كانت معاه بشكرهم ادوا اللي عليهم انما كان عندهم ظروف ان هم مش هيقدروا يكملوا وانا اتفهمت الوضع ده وشرحته لمجلس الاداره. جينا طبعا خطوه بشكر مجلس الاداره بقى ان هو خد خطوه جريئه اني قال لك انا اولادنا يشتغلوا وجاب كابتن علاء منير كمدير فني ومعاه كابتن اينو وكابتن زيزو وكابتن احمد زغلول وعاطف محرم جهاز طبعا من السويس. ولينا المهمه من الماتش الثاني اول امبارح ان شاء الله احنا يعني بنوعد الناس ان شاء الله احنا نبذل جهد كبير هنجتهد ونشتغل ان شاء الله ونحقق ان شاء الله حاجه كويسه باذن الله. ممكن ما تكونش افضل حاجه بالنسبه للناس كلها ولكن ان شاء الله احنا هنحاول نحقق افضل حاجه بالنسبه لنا هنشتغل ونجتهد ان شاء الله. احنا لعبنا مباراتين مباراه تعادلنا فيها ومباراه كسبنا الحمد لله فيها ودي خطوه كويسه جدا بتحطنا على 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 اول الطريق ان شاء الله. ربنا يكرمنا يا رب ويكبر خاطرنا الفتره اللي جايه. ماتش اسوان طبعا ماتش اسوان ماتش مهم جدا نادي عريق نادي كبير اسوان صحيح هو مش في مكانته الطبيعيه دلوقتي بس برضه ما ننخدعش بالظروف اللي بيمر بيها وما نبالغش في الفرحه بتاعتنا ان احنا كسبنا الماتش اللي فات. خلاص الماتش اللي فات انتهى وقفلنا صفحته خلاص من بدايه التمرين ان شاء الله بدايه الاسبوع. المهمه صعبه زي ما حضرتك قلت الدوري كبير وقوي فرق عريقه جدا جدا بتلعب في الدوري مبالغ ماليه ما شاء الله مهوله شركات ومؤسسات بتشتغل والانديه الشعبيه يعني مصدومه في الموضوع ده.
لكن احنا نحاول ان شاء الله نشتغل. انا يعني حاسس بدعم الجماهير وحاسس بوقفه الناس ورانا. ان شاء الله باذن الله نوعدهم ان احنا ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم باذن الله. احنا طموحاتنا كبيره. احنا ممكن نكون في اول الدوري، كان قابلنا بضلك مش طبيعي. بقى لنا فتره الحمد لله المستوى في الطالع مع كابتن علاء الفتره اللي فاتت دي بصراحه يعني راجل محفظنا ان نسيطر على الكوره ونستحوذ على الكوره ونحاول نلعب كوره على قد ما نقدر. واحنا فرقه كوره، والماتش اللي فات احنا في اول دقيقتين دخل فينا جون، والحمد لله في الشوط الثاني مع التغييرات قدرنا نرجع الماتش وكسبنا 3-1، وكنا ممكن نعمل سكور كبير الماتش اللي فات، والحمد لله خدنا 3 بونت. ده المطلوب الفتره اللي جايه، ان احنا كل ماتش بماتش بنلعب ماتش كوس، ان ربنا يكرمنا الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن. ماتش اسوان ماتش كبير، فرقه برده نادي اسوان نادي كبير وله تاريخ، واحنا برده نادي منتخب السويس نادي كبير واسم كبير، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا الماتش اللي جاي وناخد 3 بونت ان شاء الله. ربنا يكرمنا الفتره الجايه. جمهور السويس طبعا واقف ظهرنا، عندنا مشاكل بس ان شاء الله هنعديها باذن الله، والكره ملهاش دعوه بالمشاكل خالص. ان شاء الله هننزل الملعب ونقدر ان شاء الله نعمل حاجه السنه دي باذن الله الفتره الجايه. وبحمد ربنا الماتش الجاي، الماتش اللي فات الحمد لله لعيبه رجاله الحمد لله، الهدف الحمد لله لعيبه رجاله الحمد لله، كان على قد المسؤوليه الحمد لله. جبنا 2 وحافظنا عليهم الحمد لله، وجبنا جون في الدقيقه 98 الحمد لله الثالث الحمد لله، ربنا كرمنا. بشكر اللعيبه تاني وبشكر الجهاز وبشكر الاداره، وان شاء الله الماتش الجاي باذن الله نكمل اللي احنا عملناه باذن. احنا طبعا في ازمات، بس اللاعب دايما بيلعب لنفسه. احنا بنلعب باسم نادي كبير، والدوري السنه دي متشاف اسم النادي طبعا، والدوري السنه دي متشاف، فكل لاعب بيعمل اللي عليه واكتر. ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله ونروح في حتت كويسه، وباذن الله نحط منتخب السويس في مكانه الطبيعي باذن الله. انا بتمنى ان جماهير السويس يعني تستمر في الدعم في دعمها وفي تشجيعها لينا، وانا عارف الناس دي بتتعب جدا وبتقف ورانا وبتيجي ورانا في كل حته وبتسعى ورانا في كل مكان. يعني انا بشكرهم جدا طبعا، هم جمهور عظيم، جمهور كبير، جمهور وافي، جمهور مخلص، بيشجع بدون اي هدف، بيشجع عشان هو هم بيحبوا النادي وهم بيحبوا يشوفوا النادي في افضل حال. بتمنى من مجلس الاداره ان هو يقف دايما في ظهرنا. بتمنى ان الناس ان هي ما تستعجلش، احنا المهمه صعبه، مش عايزين الناس تستعجلنا، مش عايزين الناس تضغط علينا، مش عايزين الناس تقف فوق دماغنا وتحاسبنا بالحته او بالقطعه، لا عايزين الناس تصبر علينا، لان التجربه ان شاء الله تكون ناجحه. جهاز السويس ان شاء الله التجربه دي هتبقى كويسه جدا لكل ابناء السويس لو ان شاء الله ربنا كلل بالنجاح. مش بقول كده عشان انا موجود، لا انا بقول كده عشان انا واحد من ابناء النادي، وعارف ان ابناء النادي مخلصين جدا وعندهم قدرات فنيه عاليه جدا وعندهم استعداد وقدرات ان هم يشتغلوا في اي ظروف، واحنا عارفين ان ظروف النادي صعبه. انا بطلب من الناس كلها تساندنا وتدعمنا وتدعمنا. تقرير الكلام، الروح المعنوية ارتفعت، كسبوا ديروت 3-1، وصلوا للمركز الـ11، ناقصهم المادة زي ما انت بتأكد، رضا السنباطي والكابتن إيهاب المصري، دعم مادي. بس في لعيبة كويسة، في لعيبة كمان من ولاد البلد، يعني يوسف بيبو اللي احنا شفناه في التقرير. اللي جاب الجولين، وكان المباراة اللي قبليها جاب السويس على فكرة كسب ديروت 3-1 عشان تبقى حاضر، بعد ما كان متأخر كمان بهدف مبكر لعجيب لاعب ديروت، بعد كده السويس قدر يرجع. دي برضو تحسب لكابتن علاء منير في القيادة الفنية الجديدة ليه بعد كابتن أحمد عبد المقصود. فالسويس محتاج دعم زيه زي الأندية الجماهيرية، وأنا يعني بحيي حضرتك على الفكرة دي، لان الانديه الجماهيريه هي عصب الكوره، لازم نظهرهم ولازم نقف في ظهرهم. اروح لطنطا وسبورتنج، والمكسب الثاني لطنطا على التوالي مع كابتن حسام، مع كابتن خالد عيد طبعا. كنت اقول حسام عبد العال، حسام عبد العال ماسك اسوان مع كابتن خالد عيد اللي بعد ما قدم استقالته رجع كمل، وهي الظاهر دي هي التكه اللي بدات المكسب يجي، يعني واضح ان هي دي التكه كان عملها من الاول. طيب هو كان بيخف الضغوط عليهم، يعني بيقول لهم انا بالنسبه لي انا جاي الموسم ده ان احنا نضمن البقاء بس في الدوري. فانتوا يا رجاله طنطا الـ12 بالفعل، انا 11 نقطه، انا كمدرب صعدت مع طنطا للدوري ممتاز، لكن الموسم الحالي احنا مهمتنا الاول الابتعاد عن منطقه الهبوط. طبعا كمان عاوز اقول لك استاذ محمد ان حتى لو انت بعيد انت ممكن تقدر تنافس، ده لسه بدري جدا، يعني انت بتتكلم فرق 11 نقطه، لكن علشان بينه وبين المتصدر المقاولين بالفعل، بس عشان تكون انت واضح مع اللعيبه ومع الجهاز الفني ومع جمهورك، هو قال لهم يا جماعه احنا هنقعد. فبالتالي النهارده هو لما يلعب سبورتنج فهيكسب سبورتنج مثلا، لما يلعب الترسانه كمان ويكسب مثلا الترسانه، فانت بالنسبه لك كده على الاقل بتحاول انت تبعد
عن منطقه الهبوط كل على الاقل بعد 10 جولات. النهارده بدا يرفع الروح المعنويه من اللعيبه في الماتش الاخير. سبورتنج كان عنده اكتر من 5 لعيبه في الناشئين مواليد 2005 و2006 وقبل كده كابتن خالد عيد كان ايضا بيدي الفرصه للاعبين الناشئين في طنطا. النهارده بتشوف مثلا بيرجع حسام غالي اللي هو كابتن الفرقه بيرجعه تاني علشان يكون موجود، سواء مثلا كريم جمال. النهارده حتى طنطا لما الموسم الماضي باع اكتر من لاعب منهم محمد عاطف هو قادر النهارده بيطلع اكتر من لاعب. هو طنطا برضه نفس المشكله ماديه برضه نفس القصه برضه طنطا ماديه. طنطا من هبوطهم من الدوري الممتاز في 2020 وقت كورونا وهم ماديا الدنيا صعبه. طيب عايز اروح بقى للمقاولين واسوان ومكسب المقاولين 2-0 وصعوده لصداره الدوري وباقي وبينه وبين وادي دجله يعني نقطتين رايحه جايه ماتش الا لكن المقاولين ماشي في طريقه عارف هو عايز ايه ماشي، وكل مباراه بياخدها كانها هي نهائي بطوله. عمل مباراه امام اسوان الخصم العنيد والخصم القوي ضربه جزاء طبعا فاروق نور الدين فاروقه، لكن الشوط الثاني يمكن الشوط الاول مقاولين كان شكله افضل ومقاولين قدر يسجل. الشوط الثاني اسوان كان مسيطر، اسوان كان مستحوذ، كان اخطر اسوان ضغط المقاولين لكن بص عبد الرحمن حلو ده. عبد الرحمن اكمل واحد من اللعيبه المميزه من ولاد النادي المقاولين من القطاع فبيزيد ازاي ده تاني هدف ليه، يمكن احرز لهم هدف في منتخب السويس في الدقيقه 92، لكن كمان هو لعيب من وسط ملعب بص مكمل وعامل الزياده العاديه فين. فالمقاولين عارف هو عايز ايه والمقاولين مكمل في طريقه. عايز اقول بس كلمه سريعه عن كابتن خالد عيد وطنطا. كابتن خالد عيد مسك طنطا وهو عنده نقطه من مباراه لافين، خد 11 نقطه وخدها من خد طنطا من حليم، خد طنطا من كابتن حليم. اداء قوي جدا، الروح العاليه اللي عاملها، ازاي بيرجع واحد زي اقطايا عبد الله مهاجم مواليد 2003 صغير في السن بيحرز له هدف لمباراه ثانيه على التوالي واقطايا بيرجع الثقه ليه تاني. فطنطا مع كابتن خالد عيد تصريحاته كل مباراه بتعجبني جدا، يعني هو دايما بيحاول يرفع من الروح المعنويه للفرقه كلها مش اللي بيلعبوا بس، لا ده اللي بره كمان. طيب عايز اروح للترسانه مع السكه الحديد ومكسب الترسانه 1-0 مع كشري. كشري كسب اول ماتش، اتغلب تاني ماتش، كسب ثالث ماتش بيكسب بره الترسانه. ايه بيكسب بره الترسانه؟ اه انا بقول لك بيطلع بره يكسب، يلعب في ملعبه يخسر، علشان كده خلوا مباراة الترسانة تتلعب الساعة 2:30 بدل الساعة 5، فعلشان هو تشائم بالقصة. لكن المباراة بصراحة كانت مباراة ممتعة بين الفرقتين. السكة الحديد تاني مباراة الكابتن أيمن المزين، المباراة الأولى اللي تعادل فيها مع الكهرباء، لكن حتى كمان واحنا بنشوف الهدف كانت تمريرة من عمر طارق واحد من الأجنحة المميزين جدا، وطبعا جوستن أوتو اللي سجل هدف الفوز. لكن أستاذ محمد أنت النهاردة السكة الحديد، مباراة الكهرباء مصطفى حمادة بيضيع ركلة جزاء، المباراة الثانية اللاعب سعيد كمال بيضيع ضرب الجزاء كمان للسكه الحديد كان نقدر نشوف. لكن الرغبه حاليا اصبحت ان فريق السكه الحديد عنده الموسم الحالي ان هو بيجهز للموسم المقبل، ان هو على الاقل حتى كمان حتى كمان ليناير مثلا ان هو مش اللي هيبقى ثلاثه طيب يعني هو 9 نقاط مش بعيد على الهبوط على فكره يعني بالفعل، ولكن هو بيتجهز على الاقل بتتكلم في 8 8 9 9 9 بالفعل. يعني هو كمان لما تعاقد ما كانش الطموح اللي داخلهم بيه هو يعني مش ده كان الطموح طبعا لا بالنسبه للامكانيات كمان الكبيره لا طبعا الاسامي اللي موجوده ده طبعا. ولكن انت الكل باصص لك، فانت بالنسبه لك النهارده كان في سوء حظ كبير جدا أكيد. محمد عبد الرؤوف النهارده مع كابتن ايمن ميزان اللي هو راجل صعد 4 مرات من الدرجه الثانيه دوري ممتاز، فانت النهارده علشان تحدد هدف انت بتحدد هدف دلوقتي ان انا على الاقل اجهز فريق يكون قادر ان هو على الاقل يصعد ممكن في الموسم المقبل زي زد ما عمل. يعني زد اول موسم لما اشتروا نادي اف سي مصر جهزوا موسم اللي بعده قدروا يصعدوا للدوري الممتاز زي بتروجيت. يعني انت شايف ان ده ممكن يكون موسم تمهيدي، اهم حاجه ما اهبطش، افضل موجود وانا بجهز بقى للموسم اللي جاي مع يناير فتره يناير مثلا يقدر الفريق ان هو يكون موجود. النهارده للترسانه كمان نفس اللي بيحصل، هو كابتن احمد كشري بيستنى لفتره يناير علشان يجهز لفريق الترسانه من جوه. والله كشري لعلمك انا شايف ان كشري مدرب كويس، بس من النادر ان كشري بيمسك فرقه من بدايه الموسم. كشري بيجي يعني اضطرار، حاله اضطراريه، نتائج سيئه تعالى امسك، نتائج سيئه تعالى امسك. يعني عايزين نشوفه مره يعني من بداية يبدا الموسم يعمل فتره اعداد، يختار لعيبته ويعمل فتره اعداد ونتفرج بقى على كشري. لكن من ساعه ما شفت كشري وهي كلها على طول كده، حتى في الدوري الممتاز اسوان والداخليه وكل ده اضطرار، وبيقدم اداء كويس جدا، بيعمل كويس بيقدم اداء كويس. لكن هو ممكن يعني انا بقى بختلف شويه ان السكه والترسانه ما بيعدوش للموسم اللي جاي، لا هم ممكن انا اشيل السكه العب على المركز الثالث، يعني المركز الثالث اللي هو الاتصالات
افكر فيه، لكن اشيل الضغوط عن لعيبتي. لا انا هختلف مع رضا في حاجه، الترسانه مش بعيد. لا الترسانه 16 خالص، ده 3 يعني نقط. الترسانه مش بعيد. اه يعني انت بينك وبين المصريه للاتصالات ماتش نقط. انا هقول لك يا استاذ محمد الدليل بقى على كلامي ايه. اه طب قول لي، كهرباء الاسماعيليه عنده كام؟ كهرباء الاسماعيليه عنده 16. لما خسر كابتن ياسر كناء قال لهم يا جماعه احنا مش هنصعد، احنا مش عاوزين، الرغبه الاولانيه هي الصعود، الرغبه الاولانيه عندي هي ان انا اضمن البقاء رغم انه عنده 16 نقطه. فبالتالي هو بيشيل الضغوط من على اللعيبه وعنده الرغبه ان هو يصعد، بس هو على الاقل قدام اللعيبه لا احنا بنشيل الضغوط، احنا عاوزين نلعب لنفسنا، عاوز النهارده لما الناس تتكلم تتكلم على احمد كفته ده مستواه، تتكلم على دربيس. يعني هو بيشيل الضغوط عن لعيبته، عن لعيبته. آه طبعا. لكن هو مش بعيد، مش بعيد، هو مش بعيد. انت النهارده 3 نقط بس، انت بطولة الاسود عنده رغبه كمان، عندك النهارده البلديه، البلديه مش بعيد تمام. ولكن انا النهارده يعني كمان هقول لك حاجه يا استاذ محمد، موسم اللي هو هبوط غزل المحله في الدوري الممتاز، الدور الاول بس كانوا جامعين حوالي 26 نقطه، الجمهور قال ايه؟ افريقيا يا محله، المحله هبط نهايه الموسم. فانت اهم حاجه على الاقل تعدي الدور الاول، مع الدور الاول نبدا نقول ايه الفريق ده رايح فين. اه يعني انت هتحسمها بعد الجوله 19 هتقدر تحط ملامح لكن الدوري ده هتمشي ازاي. لكن الرغبه، لكن طول ما انا ما وصلتش لنهايه الدور الاول لا برضو هتفضل ممكن كده، ممكن تقع لان النهارده المصريات اتصالات عندك ابو، ما هو انت حضرتك وبيني وبينك 27 نقطه، ما انت اللي انت بتتكلم اللي باقي 27 نقطه، 9 ماتشات هم اللي باقيين. لا ده ما انت بتتكلم ان انت مثلا ابو قير الاسمده كان ممكن يبقى في تلاقيه دلوقتي مع وادي دجله او المقاولين، لكن بيهزم مثلا فجاه، هو يا يكسب يا يتعادل، يا يكسب قصدي يا يخسر. الكهرباء نفس الكلام، ما عندوش الحته ان انت لو ما كسبتش ما تخسرش. الكهرباء نفس الكلام. انت عارف يا كابتن ايهاب مثلا، استاذ محمد كابتن ايمن مازال لما تولى قياده الشرقيه كان موسم حوالي 2015 16، كان هو بعد 3 مباريات كان الفريق خسران، وبالتالي هو جالهم على الاقل احنا ممكن ننافس من بعيد. في الموسم ده صعب للدوري الممتاز. طب اسالكم سؤال واضح وصريح، مين افضل مدير فني حتى الان؟ ايهاب المصري. انا باخد الاثنين بصراحه او الثلاثه مع بعض. لا اختار واحد. مكي. رضا. انا شايف الموسم الحالي لمحمد الشيخ طبعا مع كابتن مكي، لان كابتن مكي صعد قبل كده مرتين، لكن الموسم الحالي الظاهره هو محمد الشيخ مع وادي دجله. مع وادي دجله من وجهه نظرك. هل ممكن ان احنا نشوف تغييرات في المدربين تاني في الاسابيع اللي جايه؟ ولا كتير، كل جوله هنلاقي فيه تغيير. يعني نتوقع ان الموسم الحالي ممكن ندخل على 40 مدرب. ده بجد؟ اه احنا لحد الان 9 مع اول 10 جولات. بس اهم حاجه، بس اهم حاجه عشان احنا اتكلمنا فيها الحلقه اللي قبل اللي فاتت، الموسم إيه؟ الحالي كان 3 حلقه. لا ما هي الحلقه مقفوله، ما هي ما تبقى مش عايزينها كده. مش عايزينها كده. انت ما هو هل الورق اللي يعني لا ما في كمان يكذب. احتمال ده عمال يعمل كده الورق، هي بيعمل كده 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 احتمال. لو حسام عبد العال لو مشي من اسوان يروح البلديه. ايوه في كلام، في كلام بجد حصل بينهم كلام، يعتبر حصل كلام ما بين البلديه وان حسام عبد العالي يسيب اسوان ويروح البلديه. بس البلديه عاوز ان كابتن حسام هو اللي يخلص نفسه مع اسوان. ما تدخلنيش في مشاكل، انا في لا بس انت كده كده انت سبب المشكله. تبقى دايره عشان قلت لك الكلام ده الاسبوع اللي قبل اللي فات. قبل اللي فات انا ايه الاسهم عماله تعمل كده تعمل كده تعمل كده، مفيش حد بيخش جديد. انت اللي دخل مثلا يا محمد الشيخ، ما كناش مثلا شايفين ان هو مدرب شاب ده عنده 31 سنه درب فريق رائع. كابتن احمد العجوز مازال موجود في القناه، مازال موجود في القناه. يعني دلوقتي احنا بنتكلم في القناه كابتن عجوز 16، لا في الصور، في الصور كابتن العجوز موجود في الصوره 16 ومعاه الامكانيات اللي بتخليه يكمل، يعني كمان عنده الامكانيات الماديه اللي يقدر في شهر كسبان الاسبوع ده ابو قير للاسمده، وماتش كان صعب جدا وحتى بره ارضه، ومنافس مباشر، منافس مباشر، ومش في مش عنده في اسماعيليه، لا بره، كان متاخر كمان بهدف، فدي بتحسب لكابتن احمد العجوز، عنده خبرات كبيره جدا طبعا. لان كابتن خلي بالك كان في قبل الماتش، كابتن عجوز ده اسم كبير قوي، بس كان في قبل الماتش شويه كلام برضه اللي هو يعني ممكن يمشي. اه يعني كان في شويه خلاف هو ولا الاداره. هو قدم استقالته، قدم استقالته كابتن عجوز. اه بس رئيس النادي الدكتور محمد طبعا هو اللي رفض، هو اللي اثار، وكان في اختلاف في مجلس الاداره، كانوا عاوزين خلاص ينهوا التعاقد، لكن اداره النادي شايفه ان استمرار الكابتن احمد عجوز على الاقل في التوقيت ده هو مكسب للفرقه، لحد لما نشوف خلاص احنا ناخد قرار. لكن هو كسب. احنا الجوله ال 11 امتى ان شاء الله؟ هتكون يوم الاحد، عندنا الاحد والاثنين باذن الله. عندنا البلديه هتلاعب رايا، عندنا بترول اسيوط كل ده يوم الاحد، بترول اسيوط هيلاعب وادي دجله، ماتش صعب ده جدا، ديروت وبروكسي، السويس واسوان ماتش صعب برده جدا، ماتش حلو، والماتش الاحلى ترسانه وكهربا اسماعيليه. انت متخيل لو الترسانه كسبت ده كان هيبقى كان الساعه 5 ورجعوه الساعه 2:30 يوم الاثنين، المصريه للاتصالات مع طنطا، القناه مع السكه الحديد،
ماتش جامد. الداخليه وابو قير الاسمته ماتش جامد. سبورتنج لافيينا متكافئ. مقاولين منصوره يعني الى حد ما مقاولين. ده كمان كان في سريعا النقطه اللي انت كنت عايز تتكلم فيها ان الانديه بتشتكي دلوقتي من حته الساعه 5 لا ان الجوله ال 11 هتتلعب يوم الاحد ويوم الاثنين. الجوله ال 12 هتبقى يوم الخميس. عشان الضغط يعني الضغط اللي بتتعمل هم عايزين يبقى الامور زي ما هي ماشيه اسبوعيا واثنين وحد واثنين. اوكي رضا السنباطي بشكرك على حضورك. شرفتني ونورتني. سعيد طبعا لتواجدي معاك ومع الكابتن ايهاب. كابتن ايهاب المصري نورت الدنيا. ده نور حضرتك. اشكرك. موفقين دايما كده ونستمتع بدوري الممتاز به كده باثارته وحلاوته دايما ان شاء الله معانا مره كل اسبوع كل الماتشات. بشكركم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله حلقه جديده وتصبحوا على خير.